بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في هذا اليوم المبارك السعيد للحديث عن موضوع يشغل اهتمام وبال جميع الآباء والأمهات وكل الأسر، إنه موضوع تربية الأولاد. الأولاد هم فلدة أكبادنا، كل واحد منا كيتمنى أولاده يكونوا أفضل منه تربية وخلقا وسلوكا. كنسمع الكثير من الناس كيشتاكيو، كيقول لك أنا عرفت ندير كل شيء، نبني الدار، نشري السيارة، نجمع التروة، نولد الأولاد، ولكن ما عرفتش كيفاش نربيهم. الكثير من الآباء والأمهات كيشتكون ويئنون في صمت، غلبوا من طرف أولادهم وبناتهم. كل واحد كيتسائل ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع الأولاد وخصوصا مع الأطفال منذ النشأة، ثم لما كيكبروا وكيوصلوا سن المراهقة، وبعض الأطفال لما كيرشدوا كيعودوا عندهم خلق التمرد، يتمردون على الأم وعلى الأب وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى المحيط الذي يدور حولهم. بغينا نتكلموا وإياكم مستمعي الأفاضل عن تربية الأولاد سواء في الدين الإسلامي، وأيضا الخبرات اللي تعلموها الناس في علم النفس وعلم الاجتماع، كيف نربي أطفالنا وأولادنا تربية حسنة، كيف نوجههم توجيها كريما، كيف نضبط سلوكهم حتى يكونوا خير خلف لخير سلف. إذا رجعنا للدستور الإسلامي الأعلى اللي هو القرآن العظيم، اللي قال فيه الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن الكريم تكلم على كل شيء، أي حاجة بغينا نسول عليها نبدأ بكلام الله تعالى، أكيد غادي نلقاو فيه كل قضية من قضايا الحياة نسوله كلام رب العالمين. ما هو موقع الأولاد والأطفال وتربيتهم في كتاب الله؟ يجيبنا القرآن العظيم بقول الحق جل جلاله المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الله تعالى غادي يجعل الدنيا مزخرفة وعند أشياء جميلة، ومن أجمل زينة الحياة الدنيا المال والبنون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. احتقلوا بعض العلماء لماذا سبق الله المال على البنون، قال لأن الأولاد كيبغيو المصاريف وكيبغيو النفقة وكيبغيو تسعى معهم، فلهذا لابد يكون عندك المال. وطبعا كاين بعض الوليدات من اللي كيتولدوا برزقهم، لكن هذا لا ينفي أن الإنسان من اللي كيبغي يولد الأولاد يعد لهم العدة، كيمشي يقلب على رزقه وكيسعى وكيتعب وكيشقى باش يجمع المال، باش من اللي يجيو الوليدات يلقى عنده الرصيد اللي به ينفق عليهم، وعندهم مجموعة مطالب، عندهم التطبيب، عندهم التمدرس، عندهم الفسحة، عندهم التمتع باللباس والألعاب وغيرها من الأمور. الله تعالى قال لنا أجمل ما في هذه الدنيا اللي هي ما كتسوى والو عند الله تعالى، لكن ما دمنا عايشين فيها خاصنا نعيشوها طولا وعرضا، ومن اللي غتجي الدار الأخيرة
غنتمتعوا بإذن الله وفضل الله وكرم الله وجود الله. احنا في الدنيا جوج الأشياء كتدخل إلى القلوب السعادة، المال والبنون، زينة الحياة الدنيا. الله تعالى غادي يقول لنا في كتابه العزيز واحد النعمة عظيمة تستحق منا الشكر لله رب العالمين، هي نعمة الأولاد. اللي أعطاه الله المال والأولاد هذا محظوظ، هذا التوحد ما هو بحاله، خاصه يشكر الله تعالى بالليل وبالنهار. يقولنا القرآن الكريم دستور رب العالمين يقول وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. هذا الإنسان هذا الله تعالى كرمه، جعلت له مالا ممدودا، مال كثير، مال ما عنده حدود، عنده أراضي فلاحية، عنده عقارات، عنده رصيد بنكي، عنده تجارة. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، أولاد بنين غادي يبقاو شاهدين على هاد الأسرة وعلى الامتداد ديال النسل ديالها. ومهدت له تمهيدا، فوق هادشي كله بعد المال والبنون الله تعالى يسر لنا الحياة، جعلها ممهدة ميسرة. اللي أعطاه الله هاد النعم ديال المال الممدود والبنين اللي هما كتار وشهود، وأعطاه الله التمهيد في الأرض، هذا رب العباد أكرمه وأسعده، ولهذه النعم ينبغي الشكر الجلي لله تعالى. رب العباد غيتكلم لنا في كتابه العزيز بأنه إلا كانت هاد الأولاد مسؤولية، واللي بغي يعرف القيمة ديالهم يسول المرأة اللي هي عاقر والأب اللي هو عاقر لسنين بس تزوجوا ومشوا عند الأطباء ومشوا عند العشابة ولكن ما لقوا تشي حل، بل منهم من يبيت بالليل والنهار يدعو المولى جل جلاله ومازال كينتظر الفرج. أما أنت أيها الإنسان المؤمن غير تزوجتي، ربي كرمك بالأولاد بلا تعب ولا مشقة ولا سؤال، كرم من عند الله مباشر. فإذا أعطاك الله الأولاد، القرآن الكريم كيقول لك أيها الأب أيتها الأم الآن عندكم مسؤولية، ومسؤولية كبيرة وكبيرة جدا، يجب العناية بهؤلاء الأولاد في كل ما يصلح حالهم. الله تعالى ملي كنسمعوا الدستور القرآني العظيم اش كيقول لنا؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله تعالى في الأسلوب ديال القرآن العظيم مرة يستعمل الترغيب، كيفرحنا بالجنة وبالنعيم ديالها وبرحمة الله ولطفه وكرمه، هذا كيتسمى أسلوب الترغيب. مرة تانية الله تعالى كيستعمل لنا أسلوب الترهيب، أسلوب التخويف، لأن بنادم ماشي بحال بحال، كي اللي لطيف غير بكلمة كيمشي، وكي الله يحفظنا ويحفظكم شديد خاصه لابد ارتجاج. لهذا الله كيقول لنا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، خاصكم لابد توقعوا النار ديال جهنم، انتوما نفوسكم والأهل ديالكم، يعني الزوجة والأولاد والأسرة كلها. الله تعالى في هذه الآية مخيفة، كانوا الصحابة كيقراوها كيتخلعوا، لأنك يقول بأن هاد النار وقودها الناس والحجارة، هاد الحجارة هي ديك الأصنام التي كانت تعبد من غير الله، بحل الإله هبل وإساف ونائلة واللات ومنات، هذه الحجارة تتخذ آلهة من دون الله، فهي مقرها النار والعياذ بالله. كذلك الناس اللي هما ما عندهم إيمان،
ما عندهم صدق مع المولى، الذين لا ينتبهون إلى شعائر الله ولا يطبقون شرائعه. هؤلاء الناس نسأل الله السلام والعافية، إذا كانوا هكذا مآلهم إلى النار، يصبحون وقودا لهذه النار. فقال لنا: يا عباد الله، أيها المؤمنون، أيها الصالحون، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. مخيفة هذه الكلمة، كي يوصف الله تعالى هؤلاء الملائكة بهذه الأوصاف الغلظة والشدة. ثم إنهم ينفذون أوامر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله السلامة والعافية للجميع. أحبابي في الله، نبقى مع هذا الفاصل القصير جدا ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا أجمعين وللمؤمنين والمؤمنات. أيها الأحباب، ما زلنا نتحدث عن تربية الأولاد، كيف نربي أولادنا تربية إسلامية حسنة مباركة، كيف يمكن لهؤلاء الأولاد أن يصيروا رجال الغد ونساء الغد، نفرح بمقامهم في المجتمع وبدورهم الطلائعي بين الناس. كل واحد منا عنده وليدات وبنيات، كيتمنى من الله تعالى يحفظهم ويرعاهم ويربيهم من عنده سبحانه وتعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتيم، ما عنده لا أب ولا أم. الملائكة كانت كتقول: يا ربنا، هذا نبيك وصفيك وخليلك أصبح الآن يتيما وفقيرا. كان الله تعالى كيجاوبهم من فوق سبع سماوات فيقول: أنا كافله، أنا مربيه، أنا أولى به من أمه وأبيه. أنا كافله، أنا مربيه، أنا أولى به من أمه وأبيه. طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في مقام النبوة، ولهذا الله تعالى تولاه بعنايته ورعايته وشمله بعطفه وكرمه. ولما كبر القرص بأنه تربى تربية عظيمة، الصادق والأمين، ما اقترب من خمر، ما اقترب من رشوة ولا من ظلم ولا من زنا ولا من ربا ولا من أي شيء خبيث، ولا حتى من الشرك، كان أبعد عن ذلك كله. فلهذا يقول لي الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى، حتى بعض العلماء قالوا لعلى يعني فوق، أنت فوق الخلق العظيم. إليك الخلق العظيم محمود، أنت يا محمد فوقه. وإنك لعلى خلق عظيم. وفي قراءة قرآنية أخرى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي أنك يا محمد على خلق عظيم هو الله تعالى. الله عز وجل هو الأعظم، فأنت على أخلاق الله من الكرم والجود والتسامح والرفق والرأفة والعطف وغير ذلك. فالله تعالى ربى نبيه، احنا الله تعالى أعطانا أمهات وأباء وعلمنا كيفاش نربي وليداتنا، أعطانا التوجيهات النورانية والتوجيهات الربانية السديدة اللي بها غنربيو فلذة أكبادنا. طبعا العلماء في علم النفس وفي علم الاجتماع وفي علم التربية درسوا السلوك البشري واستنبطوا قواعد وأخذوا فوائد، كل ذلك فيه خير عظيم للبشرية. لكن المؤمن إذا مشى غير مباشرة إلى المنهج القرآني والحديثي، فيه اللب، فيه الجوهر، فيه السر، غادي يلقى فيه الخير كله ويغنيه عن الدنيا وما فيها. غنسمع نبينا صلى الله عليه وسلم
في مجال التربية كيوصي الآباء والأمهات، كيقول لهم علموا أنفسكم وأهليكم الخير، علموا أنفسكم وأهليكم الخير. يعني الإنسان الأب والأم خصو يضل يعلم راسه والعائلة والولدات الخير. أب الأسرة الرجل اللي هو عليه الحمل، الرجل هو الأساس ديال الأسرة، فهو خص كل معلم خاص يكون شارب عقله، وخاص يكون صدره واسع وخاطره متسعة، ويكون عنده العلم والمعرفة والخلق العظيم باش يربي الزوجة دياله، يربيها على تربية حسنة، لأن المرأة كتربى في دار باها معززة مكرمة، وملي كتزي عند الزوج ديالها كيكمل لها التربية، كيكمل لها بالعطف وبالحنان وبالمودة وبالرقة، لأن في دار باها لما كانت صبية كانت تستمع وتطيع، الآن تستقل بنفسها في بيت الزوجية، أصبحت عندها شخصية قيادية، وطبعا لابد لهذه الشخصية القيادية أن تكون تابعة لقائد أعلى هو زوجها. فلهذا الإنسان كيربي المرأة ديالو، ملي كيجيو الوليدات كيعاودوا بجوجهم يتعاونوا على التربية. أش غنعلموهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلمة واحدة فيها المعنى كله، علموا أنفسكم وأهليكم الخير. كلمة الخير كلمة عظيمة وكلمة متسعة، يعني كل معاني وقيم الإنسانية العليا كتشمل الخير. كنتعلموا فيما بيننا المودة، كنتعلموا المحبة، كنتعلموا السلام، وكنتعلموا الصبر، وكنتعلموا الكف عن الأذى، وكنتعلموا أن الإنسان إذا أساء إلينا نتجاوز ونسامح، وتمر الأمور ما تخليها دائما حسابات وانتقام وغير ذلك. الخير، الخير كله عظمة، ثم الكرم والجود وغيرها من القيم النبيلة. علموا أنفسكم وأهليكم الخير. فهذه فرصة للآباء والأمهات أنهم يعلموا ولداتهم وبنياتهم الخير. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كيأكد على التربية، تربية ديال الأولاد بل والتربية ديال الزوجة وديال الأسرة كلها. كيقول لنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله عنه، كيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رحنا كنا مسؤولين، بعض الناس كيظنوا غير السلطة العليا أو السلطة المحلية هما اللي مسؤولين، لا، هادوك غير اختصاص ديالهم في مجال محدد، أما المسؤولية عند الجميع، كل واحد في الموقع دياله مسؤول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. الإمام هو السلطان، هو الملك، هو رئيس الدولة، هذا إنسان أعطاه الله تعالى واحد المنصب رفيع، ربي اللي أعطاه، فهو مسؤول، ومسؤول عن نفسه وعن رعيته، ويسأل يوم القيامة إن أدها بإحسان فإنه يرفع إلى مقام عظيم، وإن أدها بغير ذلك نسأل الله المغفر لنا وللجميع. ثم قال والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. مباشرة بعدما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن السلطان أو عن الإمام، انتقل الرجل في الدار دياله. الرجل راع حتى هو مسؤول في أهله، في زوجته وأولاده. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ماشي المرأة تقول لراجلها وانت الأب وانت الراجل، انت اللي خصك تتكلم، انت اللي خصك تغوت، انت اللي خصك تنفق، انت اللي خصك تاخذ القرارات، لا، كل واحد عنده المسؤولية. حتى المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها رغم ضعفها. المرأة ولو تكون إنسانة ضعيفة فقوتها في ضعفها، لأن المرأة الإحساس النبيل ديالها كيعطيها شحنة إضافية ديال الحنان وديال المودة وديال الرقة. هناك يوقع التكامل، الرجل فيه شوية الشدة شوية القوة والعنفوان، والمرأة فيها الرحمة والمودة
وبالتالي يقع التكامل في المشاعر. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. أي واحد خدم في شي قطاع، موظف أو لا تاجر أو لا إنسان مياوم أو وزير أو غير ذلك، كل واحد إلا وهو مسؤول عن رعيته في المال ديال سيده، المال العام أو المال اللي هو محدود، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. هكذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيعلمنا التربية. بغينا نربي وليداتنا خصنا حنا الاولين نترباو، خصنا حنا الاباء وحنا الامهات نترباو تربية حسنة ونعرفوا المسؤولية. طبعا الكمال لله تعالى، والانسان من طبعه النقصان، لكن الانسان يتعلم ثم يتعلم ثم يتعلم وينسى. سمي الانسان انسانا لانه ينسى، وسمي القلب قلبا لانه يتقلب، وسمي العقل عقلا لانه يعقل صاحبه، كيضبطه كيشده للجام. العقل هو كل شيء، وممكن الانسان كيتعلم وكيصلح الاخطاء ديالو. النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم كيزيد وكيوجهنا كامل للتربية، كيقول لنا إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته يوم القيامة. الله تعالى يطرح واحد السؤال، سؤال المسؤولية. أي واحد عنده مسؤولية غادي يقول لي الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. أي مسؤولية كبيرة أم صغيرة، المسؤول ديال رئيس الدولة، ديال الوزراء، ديال الأمراء، ديال النواب البرلمانيين، ديال رؤساء الجماعات، ديال العمال والولاة، ديال القادة، ديال المدراء، ديال الناس البسطاء، معلم، مدرس، موظف بسيط. أي واحد عنده مسؤولية مهما كانت محدودة، رغم أنه ينفلت من العقاب في الدنيا، لكن في الآخرة كيقول لهم الله تعالى وقفوهم، كل شيء كيوقف إنهم مسؤولون. حتى أن الدابة إلا كان كبش أملح أقرن وكيكون كيعتادي على نعجة هكا ضعيفة بدون سبب، الله تعالى كيقول لهم حتى يقتص هذا الحيوان ضعيف من ذاك الحيوان المفترس، لماذا اعتدى عليه بدون سبب. فقال لنا إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحافظ أم ضيع. يا سلام إذا كان من الحافظين للأمانة، إذا كان حافظا للسانه، حافظا لبصره، حافظا لبطنه، حافظا لفرجه، حافظا للمال العام، هنيئا له. غادي يقول لي الله تعالى ادخل الجنة بغير حساب ولا عقاب ولا عتاب. أما إذا كان قد ضيع، الله تعالى إذا ناقشه الحساب عذب. لكن الله تعالى الكريم الجواد دال لنا قنوات منين نفلتوا، قال لنا اكثروا من الصدقات، اكثروا من الاستغفار، اكثروا من فعل الخير تشفع لكم يوم القيامة. ثم قال الكل يسأل حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. كيوقف الرجل يوم القيامة كيقول له الله تعالى اش درتي مع مراتك، مراتك كانت تاركة للصلاة لا تصلي، واش أمرتيها باش أنها تصلي أم لا؟ امراتك لم تكن تغتسل من الجنابة، هل أمرتها بذلك أم لا؟ امراتك كانت كتلبس لباس غير محتشم أمام الغرباء، واش نصحتيها أم لا؟ امراتك كانت مبتلية بالغيبة والنميمة، واش نصحتيها أم لا؟ والعكس صحيح أيضا. الله تعالى يقول للمرأة الزوج ديالك كان يأتي بالمال الحلال والحرام، لماذا لم تنصحيه تقول لي يا فلان لا تطعمنا إلا حلالا؟ الزوج ديالك كان لا يأبه للمسؤولية ضيعكم، لماذا لم تقول له يا فلان اتق الله؟ زوجك كان لا يصلي، كان يشرب الخمر، كان يقوم بأعمال لا تليق، لماذا صمت؟ لابد أن تتكلمي بالكلمة الطيبة للتوجيه والنصح. ثم الرجل والمرأة معا يسألان عن الأولاد حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ولهذا طوبى
طوبى لمن عنده زوجة وعنده أولاد وتهلا فيهم بالنفقة وتهلا فيهم بالتربية وبالتوجيه وبالكلمة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. المعنى: ما أعطى والد ولدا من عطية وهبة أفضل من تعليمه وتأديبه أدبا حسنا. الآباء اليوم والأمهات كلهم كيف تاخروا بأن ولداتهم كيقراوا في أغلى المدارس، المدارس اللي كتقرأ مناهج علمية متقدمة، المناهج الفرنسية الأنجلو ساكسونية الفرنكفونية، كيبالينا هذا موضة، موضة كبيرة والناس كيف تاخروا فين قريتي ولدك. لكن ماشي هذا هو أعظم نعمة. أعظم نعمة ماشي تشري لولدك أعظم دراجة نارية أو تشري لي أعظم لباس أو أعظم كذا وكذا، بل أعظم شيء وأفضل شيء وأعظم هدية وهبة هي أن تعلم ابنك أدبا حسنا، الأدب الحسن، خصوصا البنات، لأن البنات عندهم رزق زيد وأجر وتواب مضاعف. البنات ماشي بحال الولاد، البنات محتاجين إلى المزيد من الحنان والعطف والرعاية. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. البنات قيمتهم كبيرة، خصهم العطف وخصهم العناية وحملهم ثقيل والناس ما كيرغبوش فيهم. لهذا الله تعالى جعل الأجر والتواب ديال التربية ديالهم مضاعف، أن الله تعالى كيجعل اللي ربى ثلاثة البنات تربية حسنة كيكونوا ليه حجاب من النار ويدخلوا الجنة. هي الكلام في الدستور القرآني وفي الدستور النبوي كثير وكثير جدا. هذه النصوص كلها دلت على فضل التربية ديال الأولاد، وهو فرع من تربية الفرد الذي يسعى الإسلام إلى إعداده وتكوينه ليكون عضوا نافعا وإنسانا صالحا في هذه الحياة. لأن المدار ديال البعثة النبوية الشريفة هي تكوين الإنسان والمجتمع، الدين كله قائم على أساس تكوين الإنسان والمجتمع، الإنسان الصالح والمجتمع الصالح. هكذا جاءت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ما معنى يزكيهم؟ التزكية هي التربية، كتربيهم تربية حسنة. الله تعالى ملك يعطيك واحد الصبي ولا صبية، واش عرفتي أيها الإنسان الكريم ما قيمة هذه الصبية وهذا الصبي؟ الصبي أمانة عند والديه، هذا الصبي بقي مازال ملائكة، قلبه طاهر، جوهرة نفيسة ساذجة وخالية عن كل نقش وصورة. هذا الصبي قابل لكل ما نقش فيه ومائل إلى كل ما يمال به، فإذا عود الخير وعلم الصلاح نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة. أما إذ عود الشر وأهمل شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة والديه. فالصبي ديالك أنت اللي غتنقشه، أنت اللي غتربيه، أنت اللي غتوجهه. طبعا التربية مشتركة بين الأم والأبي وحتى بين الجدة والجد وأفراد الأسرة، لكن الوزر والمسؤولية تقع على الأبوين بشكل خاص. كنلاحظ بأن البدن ديالنا في الابتداء لا يخلق كاملا، الجسم ديال الوليد ملي كيتولد باقي الحيمة وباقي صغير، لا يخلق مخلوق كامل ضخم، وإنما يكتمل ويقوى بالنشوء والغذاء المستمر، فكيبدأ يكبر ذاك الوليد. فكذلك النفس، النفس ديالنا كتولد صغيرة
ناقصة لكنها قابلة للكمال. بماذا تكتمل؟ بالتربية وتهذيب الأخلاق. إلا كنا وليداتنا كنوكلوهم ونشربوهم وكنقول وليدي باقي صغير بغيتو يكبر دغيا، بنيتي باقي صغيرة بغيتها تعود مرا، كنوكلوه زيد عاود كل ماكلة في كل وقت، كنختاروا أجود الأطعمة مزيان، هذا غداء لتربية الجسد. لكن أين هو الغداء لتربية الروح، لتربية الخلق، لتهذيب السلوك؟ هذا من المسؤولية التي وضعها الله تعالى على الأم والأب. أحبابي في الله، موضوعنا سيكون إن شاء الله تعالى في نقاش وحوار حول مشاكل الأطفال والأولاد. ما هي الطريقة المثلى لتربيتهم تربية حسنة، خصوصا عند الطفولة المبكرة، ثم عندما النضج، ثم عند سن البلوغ، ثم عند الشباب، إلى غير ذلك. أرقامنا أيها الأحباب مفتوحة بين أيديكم جميعا. أرقامنا 05 22 43 00 09 أو 05 22 46 72 50 أو 51. نبقى مع فاصل قصير في مدح خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نعود إليكم أيها الأحباب، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل في هذا البرنامج المباشر الذي هو منكم وإليكم، يمتد من 9 إلى منتصف الليل، وموضوعنا هو تربية الأولاد. كيف نربي أولادنا تربية إسلامية رفيعة؟ كيف يكون خير سلف لخير خلف؟ كيف يكون رجال للغد ونساء للمستقبل ناجحات نفتخر بهم أجمعين؟ أذكر من جديد بأرقامنا الهاتفية لمن أراد التواصل والاستفسار والإفادة. أرقامنا 05 22 43 00 09 أو 05 22 46 72 50 أو 51. نأخذ أول مكالمة من إقليم سمارة مع أخونا سي مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سي دكتور لاباس، الله يبارك فيك. حياك الله أخي الكريم. كذا على خير، لاباس. ولله الحمد. الله يجازيكم بخير على ما تقدمونه للأمة. أكرمكم الله مولاي. الله يجازيك بخير. نعم. عندي واحد السؤال، الله يجازيك بخير. مرحبا. إذا كان ممكن. مرحبا. الوالد ديالي توفى هذه 5 سنين تقريبا. نعم. وخلى لنا شي سميتو شي إرث. نعم. وخلى واحد الدار كتبها للوالدة، حيت حنا تزوج بزوج زوج سميتو. نعم. زوج المراوات. نعم. واحدة عندها الولد كبير كبار وحنا صغار. نعم. ودار ديك الدار على سميت الوالدة. إيه. وخلى شي واحد المحل وخلى شي إرث عاوتاني شي فلوس. وتما ديك الدار دابا ما عرفناش اش غنديروا فيها، حيت حنا ساكنين فيها، وواحد الاخ الكبير كان في واحد الحانوت، حنا دابا ما عرفناش اش غادي ندير. ما شاء الله. دابا ملي توفى الوالد درتوا عدد الموتى والورثه؟ لا ما قسموش داك الشيء، ما جمعوش سميتو الورثه. درتوا داك الشيء غير بالتراضي فيما بينكم، وبقي بقات الوالده ساكنه في الدار اللي كتب لها الاسم الوالد في اسمها. ايه، وحنا ساكنين معها، حنا الصغار. نعم. هو المفروض هذيك الدار فاش كتبها لها في الاسم ديالها، واش كتبها لها هبة ولا بيعا ولا غير كتب السمية لغرض اخر؟ احنا ما عرفناش شنو دار. المهم كان شراها ملي كنا صغار، ما عرفناش شنو دار في داكشي. المهم كتبها على سميتها. فالوالدة هي ربما هي اللي عارفة إلا كان هذاك الدار أنها كتستحق عطالك هدية، ربما الزوجة الثانية عطا شي هدية منه آخر، إما ذهب إما مال. حنت هذيك ماتت كبيرة، ماتت شحال هذيك. الله يرحمها يا رب يا كريم. الله يجزيك خير. هو المفروض أن مادام أن الأم
ما عندهاش شي مدخول مالي باش تشري هذاك البيت. والكل عارف بان ذاك البيت انما تم شراؤه بالمال ديال الوالد رحمه الله. فغالب الظن ان ملي نديروا عدد الموتى والورثه غنقولوا بان ديك الدار راه هي ديال الوالد رحمه الله ديال الهالك، وبالتالي تقسم على كل افراد التركه. المراه اللي ماتت هذيك ما الله يرحمها، لكن الام ديالك راه عندها الثمن ديالها، وثم يقسم الباقي بين الاولاد الذكور والاناث للذكر مثل حظ الانثيين. فكنقول بان لو ان الام كان عندها شي عمال او عندها شي تجاره وبها شرت ديك الدار، نقول ربما كان اتفاق بينه وبين الوالد نحن لا نعلمه. لكن مادام الام انها مسكينه غير ديال الدار ما عندهاش شي مدخول، والوالد كتبها في سميتها اللي غير اكراما لها، فالاصل ان المال ديال الوالد يقسم على افراد العائله بالتساوي اللي فرض الله تعالى في كتابه العزيز. لكن مع اعتبار ان الوالده هذه خاصها اولويه، ربما هو كتب لها في سميتها خايف ان المستقبل يدور عليها، اولادها او بقيه الاولاد الاخرين ما يهتموش بها كما يقع. كاين بعض الامهات كيضيعوا، كيموت الزوج المراه كتضيع، فهو ربما خايف عليها دار هذا الاجراء. فملي نقسموا التركه بالعدل خاص ديك المراه نعطوها اولويه وعنايه ورعايه زائده حسب مقصود زوجها رحمه الله. ان شاء الله الله يجزيك بخير. وباقي واحد حتى واحد المحل باقي دابا كان في واحد الخوادري كبير باقي خدام فيه دابا، وحاليا ما كيصرف علينا ما والو غير استغل. هو المفروض ان بعد وفاه الهالك ان العائله بالتراضي كيديروا عدد الموتى والورثه، كيقولوا هذا الهالك شحال ترك ديال الاموال وكنحصروها، ترك محل سكني، ترك محل تجاري، ترك رصيد بنكي، ارض فلاحيه، كنحصروها. ثم بعد ذلك كنقولوا ها الرزق اللي خلى، ها الورثه اللي كاينين، عنده زوجه على قيد الحياه، زوجه متوفيه وابناء وبنات، وكنحصروا. من بعد كيبقى التراضي، نقولوا ها اللي كاين ممكن الاستغلال يبقى بالتراضي، واحسن حاجه تم التصفيه بالتي هي احسن. فهاد الاخ هذا داك الحانوت ربما الا استغلوا واحد فتره زمنيه طويله غادي يعود كانه ملكه، وصعيب باش تعاود تخرجوا منه. فهو لابد يصفي مع خوته هذا ارث احله الله تعالى في كتابه، طبعا غير بالتراضي، وان شاء الله تعالى ربي يوفق الخير. الله يجازيك بخير. بغينا منك واحد الدعاء حنت مقبلين عند الزواج وباقي كنطلبوا العلم. الله يجازيك بخير. يا ربي السي مصطفى، اسال الله تعالى اولا ان يرحم الوالد رحمة واسعة، وأن يبارك في الأولاد وفي الأم، وتهلا غير في الميمة وربي غادي يكرمك. والله يرزقك الزوجة الصالحة والذرية الطيبة، والله يطعمنا وإياكم بالحلال، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. والسي مصطفى قضية الورد كل ما كان الإنسان صبار وما كانش كيحكر بزاف وكان كيتسامح ربي كيغني من فضله. ملي نقسموا التركة المخير فينا هو اللي غادي يكون متسامح وغادي يكون صبور ويقول لهم غير قسموا واللي شط عليكم اعطوه ليا، غادي يكون هو الربح باذن الله تعالى. ان شاء الله غير حيت دابا مع الاموال وداكشي الناس مع الدنيا دابا حاليا الناس غافلين على الاخره ما كيبغوش حتى يتجمعوا، داكشي علاش كتلقى النفور بزاف بين الطرفين ما كيبغوش حتى يهضروا بيناتهم. ما شاء هادو اخوه لاب، اخوه اشقاء واخوه لاب. ما شاء الله. ممكن السي مصطفى نشوفوا الفقيه ديال الجامع، عندنا رجل مبارك ومحترم يدخل معنا بخيط ابيض، نديروا شي جلسه عائليه شي قصادي نكسو في الدار ونجمعوا العائله كلنا ونقولوا اول حاجه نترحموا على الفقيد، نديروا شي صدقه للميت، نقولوا نجمعوا العائله كلهم والاحباب نترحموا عليه رحمه ديال الله تعالى، ونجمعوا شي طلبه ديال القران الكريم يقراوا كلام الله تعالى جماعه في البيت ونترحموا عليه. ومن بعد نقولوا اجي ربي امرنا بتقسيم التركه مره 8 سنوات وبقي الحال على حاله، كاين اللي ميسور الله يعاونه وكاين اللي مضرور خاصو الحق، نديرو غير بالتي احسن وربي غادي يبارك باذن الله. ان شاء الله الله يجزيك بخير. اذا كان ممكن النيميرو ديال التليفون ديالك. واخا سي مصطفى انا غنعاونو زك ستوندار باذن الله تعالى، اخونا صابر ان شاء الله تعالى. شكرا سي مصطفى. غنتقلوا من السماره وغنمشيو للشيشاوه مع اختنا حنان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور كريدان كي داير؟ لاله حنان مرحبا بك.
مرحبا بك، الله يبارك فيك دكتور، شكرا على البرنامج. اعزك الله لله. دكتور بغيت نسولك على واحد المساله بالنسبه للصيام ديالي، انا كنت حامل هذا العام في رمضان، والدكتوره اللي كنت نتبع معها قالت لي راكي غادي تفطري في هذا رمضان لانه عندي كان عندي فقر الدم. الله اكبر. اياه ومن بعد لقيت تبدت الحمد لله والمسائل كل شيء مزيانه، ودابا حنا مقبلين على رمضان وانا مرضعه. نعم. وبغيت نشوف واش غادي يعني واش نفطر ولا نصوم، ولا حيت دابا غادي يولي عندي رمضانات فاطرهم يعني يولي كثير باش نرد هذاك سميتو. اذا بغيتك تفتيني الله يجازيك بخير في هذه المساله. الله يحفظك. لا لا، العلماء ديال الشريعه الاسلاميه قالوا ان من اصحاب الاعذار الشرعيه المريض وكذلك المرأة الحامل والمرأة المرضع. علاش الحامل والمرضع؟ لأن بمقام المريض هي بغى تصوم الله يعاونها، ولكن الوليد ما ذنبه؟ هو في كرشها توا، خاصو يتغدى، خاصو فطورو وغداه وعشاه، وخاصو الكوتي، إذا خاصو ياكل داك الوليد المرأة الحامل. ثم المرأة المرضع ملي كتبغى ترضع داك الوليد إلا ما فطرتش هي وكلاتش، الحليب غادي يكون قليل والمولود غادي يضيع، هو باقي ما حقش عليه التكليف. لهذا العلماء نظروا إلى حقوق الطفل في بطن أمه لما كان جنين، ثم لما صار رضيع. ففي هذه الحالة حسب الكلام ديال الطبيبة كلامها معتبر. إلا قالت لك لا خصك تفطري، فطري باش الوليد يشرب الحليب على خاطره، وإن شاء الله تعالى غادي تديري القضاء فقط، ماشي الفدية، القضاء. ما هو القضاء؟ حتى يسالي رمضان الأيام اللي كليتيها تعود ترديها كل يوم بيوم، وراه سهله. الا درنا غير الايام الخميس والاثنين، ولا درنا غير الايام البيض، راه ممكن ناديو. غير تشدي صحتك ان شاء الله تعالى وتردي بشوي بشوي، وربي غادي يتقبل منك باذن الله. وتا بالنسبه للدكتور، بالنسبه للشهر اللي رمضان اللي كنت حامله فيه، هو القضاء ولا القضاء فيديا؟ الا مر عليه العام وبقي ما اديتيش، الفقهاء زادوا هذا الشرط ماشي إجباري، هو غير اختياري واستحبابي، وهو القضاء والفدية. يعني إلى داز العام كله وما رديتيش، إنسان تغافل وتكاسل حتى جا رمضان اللي بعد منه، هنا الفقهاء داروا واحد القيد، قالوا بأن خصو القضاء والفدية عن كل يوم يطعم مسكين. إلا كان ميسور الحال، إلا كان فقير معليش ماشي واجبة، هي مستحبة، ولكن القضاء واجب عليه. نعم دكتور، شكرا لك دكتور. الله يتقبل منك لاله حنان. الله يجزيك بخير، الله يجزيك بخير، شكرا. اعزكم الله لاله. ونعود ننتقلوا من اقليم شيشاوا وغادي نمشيو الى اقليم زاكورة مع اخونا السي ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور بخير اخويا استاذ، الله يبارك فيك. حياك الله السي ابراهيم. الله يبارك فيك، الله يطول عمرك، نشكرك على البرنامج بزاف. على واجب اخي الكريم. الله يبارك فيك. طيب يبارك فيك أستاذ، عندي واحد سؤال. نعم. واحد الخال دابا ديالي كاين واحد الملكية كاين عندنا في البلاد تماك. اش عندكم؟ واحد الملكية، واحد ملكية عارف. نعم. كاين شي ديور وكذا، المهم كان جدي ديك الساعة بات الوالدة عندي توفى. نعم. وبقات واحد جوج بنات وجداتي. نعم. ناض هذاك خالي ترمى على ذاك الديور كاع اللي فيهم ليمون اللي يجيبوا الفلوس، مشى شوف كيفاش هو زور ذاك الشيء، المهم باع كاع ذاك الشيء اللي يجيب الفلوس بقات الارض، وين بحال قلت لك الجنانات على برا هما اللي بقاو. ما شاء الله. ايوا المهم مني جات واحد النهار الوالده عندي قالت لي اودي ذاك الشيء اللي درت فيك هذا، قال لها اش عندك؟ قال لها انا ذاك الشيء راه كاتبوا لي الوالد. واش هو كان خدام معاه في الارض هذا الخال هذا؟ كان خدام معاه بعرق جبينه ولا كان غير جالس؟ وكان كان هو كان معاه في الدار، هو اللي بحال قلتي هو اللي عاطيه الطلق ليه كل شيء زعما، راه هو نعم داك الشيء كل شيء كان ديال جدي، حنا مرضى نعقلوا يعني كان جدي هو اللي داك الشيء ديالو، هذا كان معاه في الدار. ما شاء الله. اياه نهار مات هو سلم على داك الشيء كتا مو ناض عزل الله هي وقال لهم صافي خصني نعزل معاك. ملي عزل لهم باع ليه داك الشيء كاع، ولا تيبيع باع عادي باع عادي باع عادي، حتى بغات الارض قال لهم نفرق معاكم دابا. ماشي. وعنده شي حجه مكتوبه؟ لا بغيتش يجبرك دابا الاوراق لا والو، داك الشيء هو دار ما عرض داك الشيء شنو دار فيه، واش باعو صغير ولا الله والو. ما شاء الله ما شاء الله. هو السي ابراهيم نعم باع داك الشيء وزاد تحول مشى لجهه الداخله ولا مات العيون تما تكلم صافي خصو يغبر شي حاجه، تقول لك اخويا داك الشيء كتقول لي انا هو قبل ما يموت.
ولكن واش يعني الصواب انه خصو يجمع العائله والخوت ويقول لهم ها هو كاتب ليا ها العقد ديال الكتبه، اعطاه لي هبه ولا اعطاه لي صدقه ولا اعطاه لي بعشره. لا لا هو داكشي ما باش يوري لك تيقول لهم داكشي كتب ليا وتعالوا نفرقوا هذا الشيء. قالوا لي الناس دابا عنده واجد الخوت وخمسه الخوت، قالوا لي الناس اش بغينا نفرقوا دابا داكشي اللي بغينا نفرقوا راك جيتي انت يا خليتي لنا غير هذا الشيء يلا يربحك كتب هذا الشيء هو يزيدوا على داكشي. وديما البنات كيضيعوا، البنات كيبقاو بلاش وراه ليك خواتات ودابا خليهم مليحين تما يبقوا واحد الدار تما راه ما تجداتي وبقاو هذوك. تزوجوا تزوجوا بعدا؟ ما تزوجوا ما والو باقيين هكا. لا حول ولا قوة إلا بالله. والمفروض أن زعما هو غيكون في مقام الأب ملي مات الجد غادي يبقى هو هو الأب ديال الجميع. وإلا راه جوج خواتات شيخ راه مليحين في الدار نتاعو. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهاد المأساة كتتكرر في عدة مناطق من المغرب بل في العالم العربي كله. كنلقاو الأخ الإبن الأكبر كيكون اليد اليمنى ديال الأب كيحرت كيتاجر عارف الأسرار كلها، ومن بعد كيجيه الطمع بأنه هو اللي كان سبب في إطراء هاد الملكية، وكيسول لراسه بأنه هو صاحب الشأن. ودائما ربما هو في الوالد كان مازال مريض غادي يقول لي كتب لي واش كتب او لما كتبش الله اعلم. خير وطال الله فيهم والله يعاون. لا اله الا الله. وما هزهمش ما والو باقي فواحد مليحهم فواحد الناس محسنين باقي ديالهم. ما شاء الله. وكاين بعض العائلات على الاقل كيكون داك الاخ اللي في بحال الحاله كان مع باه في الارض كيحرت وكيتاجر وكيجمع المال وكون الثروه، كيكون على الاقل الى احتلق اللي كتبها ليا كيبقى هو القلب الرحيم كيجمع الشمل ديال العائله، ماشي انه يبيع ويهرب ويدير حياه اخرى مستقله ويخلي الامور ضيعين. اكيد ان هذا الطريقه اللي استعملها فيها ظلم وفيها ايذاء لهؤلاء على الاقل يوضح لهم اذا كان فعلا كاتب ليه او لا شاري ليه شاري من عنده يبين الوثائق، والا غادي يخلي النفوس فيهم هذه الغمه وكيشعر بالظلم وبالحيف وتعود العداوة بالخوت. لا إله إلا الله. وهذاك الشيء اللي وقع دابا دكتور نيت، هذاك الشيء اللي وقع دابا، هذاك الشيء اللي ما شاء الله. ما تدخلوش ولاد العائلة شي واحد كبير في العائلة اللي ممكن شي واحد دابا كاع مني أنا دون الناس بحال هكا أخواتاتو بيهضروا بيناتهم ناض هو قال لهم لا سيدي أنا هذا الشيء كاتب ليا وداير ليا صافي. داك الشيء اللي أنه اللي يخليه يدي به ويهضروا عليه الناس راك أنت نجيتي أنت علاش يهضروا صافي داك الشيء اللي واخا مرحبا مرحبا هذا الشيء كتبوا لك ورينا الوثائق إمتى كتبوا لك واش كتبوا لك لما كان على قيد بصحة وعافية جيدة ولا كان طريح الفراش يعرفوا بدا غير يسقيوا عينيهم بداك العقد يطمئن قلبهم، ولكن غير كيقول الكلام هكذا وكيخلي الأمور معلقة غتبقى العداوة بالخوت وبالحفدة وتقطع العلاقة. لا إله إلا الله. وهاد المشكلة هذه ديال سي إبراهيم من زاكورة هذه مشكلة تتكرر في عدة مناطق، دائما كتلقى خصوصا في البوادي حتى في المدن كيكون الأب كيعطي القيادة والتدبير والتسيير لابنه الأكبر، كيكون هو يدو اليمنى كيشقى معاه ويخدم معاه ولا كيتاجر كيجمع الفلوس كيدير، فهو كيقول أنا عندي حقي. طبعا هو عنده واحد الحق زائد كيتسمى حق الشقاء أنه كان يتاجر في مال أبيه هو نمى هاد الثروة. نعم عنده واحد النصيب لا باس إذا كان باه كتب لي واحد الشطر من عرق جبينه حتى لا يضيع، هذا يكون في حالة مباحة. لكن بعض المرات إنسان كيكبر كرشو وكيبغي يدي كل شيء، كيقول أنا اللي نميت هذه الثروة أنا اللي درت هذه الأمور كلها، الآخرين كانوا مرتاحين كانوا مهازين هم للأرض للفلاحة للتجارة، أنا اللي كنت كنوض مع السروية نتعب ونشقى. فكيسول نفسه بأنه صاحب الأمر كله وهذا كيخلي عداوة. فلهذا الإنسان خاصه لابد يصفي باش يلقى ما يشرب، والمال إلا خاضوا الإنسان ظلما وغصبا فإنه غادي يبقى على كاهله تقيل في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله السلام والعافية. غناخذ مكالمة أخرى من إقليم تنغير مع لالة عيشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله لالا مرحبا. والله الا فرحتني من الحمد لله شحال من نهار جيتي وما ديما كنتصل ما عمري شد ليا الخط. واحد النهار اتصلت لك هي تقطع ليا الخط ما عنديش التعبية، وكنفكرك اسيدي على هذا البرنامج الله يرحمك الوالدين انت وجنود الخفاء اللي حداك. نعم سي صابر اللي
كيستقبل وكيمخرج وكيقاد لنا الامور حمد الله ورعاه. الله يرحم بك الوالدين. بغيت نشكرك على هذا البرنامج رديتينا الطريق ديال الله، واخا حنا ما عارفينش بزاف فهاد الشيء ديال اللي كما قال لك الاخ اللي كان عيط عليك في الرؤى والخشوع في الصلاه. الله يجزيك بخير، الله اللي غادي يجزيك بخير يا ربي يا كريم. وبغيت تدعى عليا مع ولادي الله يرحم لك الوالدين، واحد الدري عنده شوف ناقص الله يعطيك الستر. واحد المره هضرتي على ديك الصوره اللي فيها نور على نعم صوره النور نعم، واش يبقى يقول الله يرحم والدين يقراها هو ولا نقرا لي انا في الماء ونعطيها لي ولا شوف الله يرحم والدين. اذا قرا هو بركه ولا قراتها الام بركه وزياده وكنقراوها بالنيه. هو طبعا الا مريض بالشوف شاف الطبيب، شاف الطبيب لا لا عنده داير النظر. هو طبعا كاين بعض الـ الاعشاب اللي كتقوي البصر اللي هي خلقها الله تعالى ومطعومه، بحال مثلا الجزر، خيزو، مطحون. الله كانت حنا معاني نعم مع الليمون وشويه ديال الحبه السوداء فيه ويفطر به في الصباح الباكر كيقوي البصر. سبحان الله العظيم. لك وليداتك سيدي دابا، وريت انا كنشوف الملك محمد السادس صراحه والله كيعلق الوسام اللعابه وكل شيء، ريت يعلق الكره يبان المدير ديال المدراديو وكان لو كان المخرج المدير ما نعرفوش سيد كرايزان. العفو لا الله يكرمك الله يكبر بك لا يا ريت نشوف محمد السادس نهار يدير الكرايزان ويسام عال الدرجه العاليه. لا اله الله يرزقنا الاخلاص في القول مع والعمل مع المولى سبحانه وتعالى. سيدي والدكتور اللي كيجي في السادسه الدكتور الفايد هذا كل شيء الله يرحم لكم الوالدين سيدي الله يجزيكم بخير. اعزك الله للعيشه، اعزك الله لا وكنقول للعائشة بأن العلاج بالقرآن الكريم إن شاء الله تعالى في رمضان، وإحنا مقبلين على شهر الصيام هو شهر القرآن، إن شاء الله تعالى غادي نديروا هذا العلاج بالقرآن العظيم، آيات معينة فيها أسرار ربانية. فاللي عنده المشكل ديال البصر يقرأ هذا المقطع من سورة النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى آخر الآية، نور على نور. يقرأها بيقين بإخلاص بإمعان، والله عز وجل يستمد منها النور في البصر. نقرأها في الماء ونشرب منه وإحنا عندنا يقين وصدق في قدرة الله تعالى. وسبحان الله العظيم أناس كتر عندهم اليقين هذا وتحقق الرجاء. فكل اللي يقرأ الحزب كله أو يقرأ المصحف كله ما يتحقق لي والو. لماذا؟ قرأ بشفتيه، لكن إذا قرأ بقلبه بجوارحه باليقين في قدرة الله تعالى راك تحقق المعجزات والكرامات من عند الحي الذي لا يموت. نشكرك لله عائشة ونسأل الله تعالى أن يشافي ولدك. اللهم جل بصره، اللهم اجعل القرآن الكريم نور بصره وجلاء همه وذهاب حزنه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وهذه اللحظات سوف يرفع آذان صلاة العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي. أيها المؤمنون تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. مستمعي الأفاضل، تقبل الله منكم الصلاة وزدنا وإياكم خشوعا وحرصا على أداء صلواتنا في المساجد مع الجماعة، ونسأل الله تعالى أن يحبب إلينا وإياكم الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا وإياكم من عباده الراشدين. ونجدد الترحاب بكم مرة ثانية في هذا البرنامج الذي يمتد من التاسعة مساء إلى منتصف الليل. ونذكر بأرقامنا الهاتفية 05-22-43-00-09 أو 05-22-46-72-50 أو 51. تلقينا مكالمة من عند أخونا محمد من الدار البيضاء اللي هو صديق البرنامج، وكيقول بأن الوالد ديالو
يلا توفي هذه أيام معدودات. كل مرة كيوقف عليه في المنام، مرة كيقول ليه أنا في الجوع باغي ناكل، مرة كيقول ليه أنا باغي نتبول. فيسأل ما معنى مثل هذه الرؤى المنامية اللي كتجي من طرف الوالد ديالو رحمه الله. طبعا إلا مات لنا شي فقيد أو حبيب وكيوقف علينا في المنام، معنى أنه محتاج. محتاج إلى ماذا؟ إما أنه محتاج إلى حسنات إضافية ليغفر الله ذنبه، إما لأن الله تعالى رفعه مقاما عليا ولكنه يتطلع إلى مقام أعلى، فهو محتاج إلى رصيد آخر من الحسنات. ماشي دائما إلى وقف علينا الميت في المنام كيطلب الصدقة نقول راه كان مذنب أو كان خاطئ ومحتاج للصدقة. قد يكون هذا الميت راه مع الصالحين لكنه يتطلع إلى مقام أعلى، لأن الجنة مقامات، مئات مقام بين المقام والمقام كما بين السماء والأرض، فلعله جاء في وسط الطريق ويتطلع إلى مقام أرقى فكيطلب من العائلة ديالو يتصدقوا عليه. وطبعا ذاك اللي وقف عليه شخصيا فأخونا محمد من دار البيضاء كنقول له راه الوالد ديالك قصدك أنت، أنت بالأساس دون سائر إخواتك، كيقول لك بغيتك تصدق عليا ولزيني في الصدقة. وطبعا ديك الصدقة غتكون مقبولة، لأن الميت إذا مات انقطع منه العمل إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهنيئا وطوبى لكل من مات وترك من خلفه ذرية مباركين طيبين. فأخي محمد حاول أن تتصدق على قدر ما تستطيع على الوالد، وصدقتك ضعها في يد الفقراء جدا، الناس اللي عندهم ظروف صعبة أسعدهم وأدخل السرور إلى قلوبهم، والله تعالى سوف يرفع مقام والدك إلى أعلى عليين، وأنت سوف يبارك لك في تجارتك ومالك وجهدك. فنسأل الله تعالى لهذا الوالد الرحمة والمغفرة. اللهم يا رب العالمين ارحمه رحمة واسعة. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه يا ربنا، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله وجميع أموات المسلمين. الدعاء كلما كان جماعيا وكان عاما كان أقرب إلى الاستجابة. فاللهم ارحم هذا الوالد وجميع أموات المسلمين، والدينا ووالديكم، أحبابنا وأحبابكم، أجدادنا وأجدادكم، وكل من له الحق علينا. يا ربنا إنهم الآن في دار الحق، إنهم في دار الأبد، ونحن في دار الفناء، هم في دار البقاء. اللهم إنهم ينتظرون منا الرحمات. احنا يالله صلينا العشاء، وبعد العشاء كيكون دعاء مستجاب، بعد عقب كل صلاة الدعاء مستجاب. اللهم ارحم هذا الوالد وجميع أموات المسلمين رحمة عامة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روح وريحان وجنة نعيم. اللهم ابعثهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربما النداء للأخونا محمد من دار البيضاء ربما قد يفيدنا جميعا. كل واحد منا كيدفن والديه أو أحبته أو أقاربه وكينساهم، وكيبقوا الناس كيتذكروا غير في الورث وكيتذكروا في التركة. لو كان ذاك المال ينفع ذاك الميت كن نفع، أو ينفع الأحياء كن نفع الميت، فذاك المال كله فناء لأنه مال الدنيا. فإلى مات لنا الميت ما نسوش، نتصدقوا عليه، ندعو له بالخير. وحتى ولو أن الميت مات منذ سنين، كاللي ماتوا والدي 10 سنين هذه انساهم وكأنهم لم يكونوا قط في الوجود، بالعكس ما دمت في الحياة كل يوم تصدق على والديك، تصدق على الميمة، وتصدق على الأب الحنون، تصدق على الجد والجدة والعم والخالة، غير بالكلمة الطيبة، بالدعوة، بالصدقة. يا ربي يا كريم، اللهم ارحمهم أجمعين.
اللهم ارحم جميع أموات المسلمين، اللهم ارحمنا معهم يا كريم، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عقاب ولا عتاب، اللهم اجعلنا وإياهم في جنة الفردوس، اللهم اجعلنا في مقعد صدق عند ملك مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونأخذ مكالمة أخرى من الدار البيضاء مع أختنا أمينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور كريبان، الله يعطيك كل صحة وتوفيق، الله يبارك لنا فيك، والله يقبل دعواتك مع جميع الأمة ومع الشعب المغربي. تبارك الله ما شاء الله، كل شيء ليا. أنا كنت عيد لك كلاس من البروشين. أيها للا أمينة، لسمين درنياغ للا أمينة، أيها للا لسمين درنياغ، وكانت وفالي الأخت ياجل. الله أكبر، يا ذكرتك للا رحمه الله، الدعاء الله يرحمه ويرحم الأمة كاملة. يلا أيام معدودة، بقي بقي الجرح طري للا. ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله. أيها للا، أنا عيت غير باش نشكرك بزاف ونقول لك الله يطول لينا في عمرك والله يرفع من المقام ديالك. أعزك الله لله، الله يسلمك. الأساتذة اللي معاك والدكتور محمد بحر الدين. نعم، بحر الدين هو رفض ديار سفر إلى إيطاليا. سمعت البارح، والبارح كنت بغيت نهضر معاكم يومين وأنا كنعيط، بغيت نقول لي غير طرق سلامة، وبغيت نقول لي الله يبارك لك والله يعاونك في المشروع ديالك اللي باغي تدير. نعم، وكنتمنى ليه التوفيق، وإن شاء الله يعطيك الصحة ديالك. والحمد لله مع الخميس اللي فات. نعم، كانت واحد الرقية مع واحد الأئمة والعلماء بارك الله فيهم، وجاب ربي التوفيق الحمد لله. توكلنا على الله وكان الدعاء ديالهم مستجاب الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. وانا لا أمينة، كي كتشعري حاليا انت؟ كان عندك واحد المس صعيب؟ باقا كنصبحت في الدق، ولكن الحمد لله الحمد لله. يعني الواحد يتوكل على الله ويعرف بان رحمه الله راه واسعه، لا اله الا وما يقنطش، لا اله الا الله، والحمد لله ربي تيجيب الشفاء. الله يشافيك. والنيه هي اللي كتكون، فهمتي، اللي كتكمل يا ربي يا كريم. وثاني كيبقى معنا ثاني الناس اللي كيدعوا معنا، ثم كتكون دعواتهم مقبوله عند الله. اكيد، كيف ما انت سيدي دعيتي معنا ووقفتي معايا وداكشي، الحمد لله كنتمنى ربي يرفع من المقام ديالك يا ربي يا كريم، ويجعلك من اهل الجنان ان شاء الله. اياكم وجميع المسلمين يا ربي يا كريم. يا ربي امين. كنتمنى لك التوفيق. انا متصل يا مغرب باش نشكرك بزاف، ونتمنى واحد دعوه جماعيه ماشي من عندك، من عند نحن المستمعين كاملين، ندير واحد دعوة جماعية ويتقبلها الله من عندنا، ولا ويتقبل من عندنا غير حاجة واحدة يا رب يا كريم. وانت كنتمنى ندعو معك بطول العمر وبأعلى جنان الفردوس إن شاء الله، وبالمغفرة وبالرحمة وبالدرجات العالية. إن وإياكم يا رب يا كريم. يا رب. والسيد محمد بحر الدين هو يا، والأئمة اللي كانوا معك كاملين ضيوف ديالك ما شاء الله عليهم وتبارك الله عليهم. شكرا لك لاله أمينة، شكرا على هاد الشهادة اللي كتزيدنا فرحة وسرور. نسأل الله تعالى أن يبارك لك ويرحم أخاك، الله يرحمه الله يوسع له الرحمات، وانت يا اختي الله يشافيك ويعافيك ويمتك الله بالصحة والعافية، ويغلبك الله تعالى على هذا المرض الشديد الذي ألم بك. شكر الله لك. نتحول من دار البيضاء، غنمشيو لأكادير مع الأخت مجدولين. سي الدكتور لاباس. السلام عليكم لاله مجدولين، مرحبا. عليك بخير. ولله الحمد. الحمد لله. كنت كنعيط البارح والبارح باش نهضر مع أساتذة اللي كانوا معاك، بغيت نهضر مع بحر الدين و نعم نعم سي محمد جناح. نعم، كان معنا السي الذهبي، الحمد لله دائما طيبين. اي الذهبي سامع باش يشد ديال الخط. لا اله الا الله. انا غير شي دعاء منهم، ومع هو كان مسافر وزعما بغيت شي دعاء. اي راه تبارك الله، طلبنا منه هو مسافر، دعوه المسافر لا ترد، قلنا لي درنا دعوه جماعيه والحمد لله قال دعوه طويله وعريضه، واكيد عدد المستمعين كانوا كثار، واكيد ان الدعوه وصلت عند الله تعالى، لان القلوب الخاشعه والايادي المرفوعه الى السماء والالسن تلهج بالتامين، اكيد ان الله تعالى رب العالمين ينظر الينا بنظره الرحمه والعفو والعطف والكرم والجود، وربي يقضي الاغراض ديالنا اجمعين. الحمد لله. انا مريضه بزاف ودكتور، ومشيت عند الطبيب وعطاني شي ادويه، وكنتعذب ما كنعش بالليل، كنبدا نتوجه ما
شاء كان الله. كان عندي المس ما شاء الله الرقية قدرت الرقية والحمد لله بخير. بس لا إله إلا الله، لأن الله يشافيك ويعافيك. آمين. ما شاء الله، الله يشافيك. اصبري وصابري، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. آمين. هذا ابتلاء من الله تعالى، وربي عز وجل قادر أن يكشفه في لحظة، لكن ربما لو علم العبد المؤمن الأجر والتواب ديال الصبر لقال يا ربي زدني ولا تنقصني من الأمراض والأسقام والابتلاءات، لأن الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. للا مجدولين، نسأل الله تعالى أن يشافيك ويعافيك. آمين آمين يا ربي. الله يشافي. راك انت ضيفة، انت ضيفة عند الرحمن، والمريض دعوته مستجابة. حنا للا مجدولين محتاجين منك انت يدعي معنا، لأنك ضيفة عند الرحمن. الله يوفقك ويزيد من أمثالك، والله يعطيك الخير والله يسهل عليك. آمين وإياكم وجميع المستمعين يا ربي يا كريم. وقلوبنا معك للا مجدولين، نسأل الله تعالى أن يشافيك. اللهم رب الناس، نقول السادة المستمعين يهزوا واحد الأكف ديال الضرعة ويقولوا آمين، غير قل آمين ربي غيقول لك ولك مثلها. أي واحد قال آمين غادي يقول له الملك في السماء ولك مثلها. اللهم يا رب العالمين، أختنا مجدولين مريضة وتعاني الأمرين والأطباء عجزوا عن العلاج. يا ربنا أنت الطبيب، أنت المعالج. اللهم رب الناس أذهب الباس، اللهم رب الناس أذهب الباس، اللهم رب الناس أذهب الباس. اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. الله يشافيك والله يعافيك والله يطبك في الغيب يا رحمن يا رحيم يا كريم يا جواد يا ذا الجلال والإكرام. ونأخذ مكالمة أخرى، ننتقل من أكادير إلى المحمدية مع أختنا نزهة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد كريبان مرحبا، نشكرك على هذه المكالمة ونشكرك على هذه الدعوة التي تدعم هذه الناس الإجماعين. بغيتك واحد الدعوة الأخ ديالي مريض بزاف. الله أكبر الله أكبر. وشفت للا نزهة بأن أحب شيء عند الله تعالى هو الدعاء. الدنيا كلها 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 لا تساوي أي شيء إلا ذكر الله تعالى، وأعظم الذكر بعد القرآن العظيم هو الدعاء والابتلاء إلى المولى جل جلاله. ونسأل الله تعالى الأخ ديالك يا ربي كريم، الله يشافيه الله يشافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين. ونقول يا ربنا يا ربنا، قلت وقولك الحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قلت وقولك الحق، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم يا رب العالمين، بحق هذه الآيات العظيمات المباركات، اللهم شافينا شافي أخانا هذا، اللهم شافيه من الأمراض والأسقام يا ذا الجلال والإكرام، وجميع مرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي كل مريض، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي كل مريض. يا ربنا أنت الطبيب وأنت المعالج، أنت الذي ابتليت وأنت الذي تكفينا جميعا من الابتلاء. اللهم شافينا وعافنا بحق أسمائك الحسنى وبحق اسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. يا ربنا هؤلاء عبادك، يا الله صلوا صلاة العشاء، كلهم قلوبهم طاهرة، أيديهم متوضئة، وجبههم ساجدة، ولسان ألسنتهم ذاكرة. اللهم جميعا يا رب العالمين شافي منا جميع المرضى وكل سقيم منا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونتحول من المحمدية إلى أقليم الجديدة مع أختنا لطيفة. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كي داير دكتور؟ لاباس عليك. مرحبا للطيفة. ما عرفت أخويا كيفاش ندير، وحق الله إلا فرحت بزاف بزاف مني هضرت معاك. الله يفرحك بدخول الجنة يا رب يا كريم. يا أمين. وبغيت كنت نهضر مع الأساتذة اللي معاك البارح وكنشكرهم بزاف، وبصراحة
عندي مشكله مع خوتي معانات الوالد والوالده وخلاونا شي ورث وداك الشيء وما بغاوش يعطوني حقي. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني شحال هادي دابا تقريبا من 2003 والوالد توفى وسكننا غير في واحد الدار ما عندنا لا ما لا طواليت لا حاجه وما زاو كاع الطيور المخيرين وحنا وخوتي ساكنين غير في ديك الدار وانا عييت ما نوض ليهم الناس وزعما وحاولت معاهم قلت لهم الحل اللي يرضيكم انا مستعده نديرو معاكم ولكن ما بغاوش ما عرفت كيفاش ندير. هادو خوتك اشقاء ولا من اب؟ خوتي اشقاء من با وامي ولكن ما عرفت كيفاش ندير معاهم دكتور. وعلاش استحوذوا بهذا الارث ملي مات الوالد الله يرحمه؟ واش جلستوا تفاهمتوا ولا هما؟ فجلسنا تفاهمنا في انا خدامه غير عند الناس وكنضرب تماره عند الناس انا بعيده على والديا وعلى عائلتي وخدامه جديده غير عند شي ناس وعني ما نقولش ليك ما يسولوش عليا ما يعيطوش وكنهبط غير العيد اللي كنهبط ما نكذبش عليك. يعني هما تزوجوا في العهد ديال الوالد تزوجوا داروا وليدات وسكنوا في الدار استوطنوا. واحد تزوج من عهد ديال الوالد ولكن الاخرين ملي مات الوالد الله يرحمه ودرنا ليهم العرس وتعاوننا انا وخوتي ومرات الوالد وداك الشيء وتعاوننا ودرنا ليهم العرس ولكن واحد شويه قالوا لك ما قديش على المسؤوليه قال لك حنا ما قديش على المسؤوليه ديالكم وقالوا لي حنا وخوتي اختاروا يا اما تجلسوا معانا يا اما تجلسوا مع مرات الوالد حنا ما نقدروش نستغلوا على مرات الوالد حيت عندها جوج بنات وهذوك البنات هذوك راه خوتي انا ما نقدرش نتخلى عليهم وقلت لهم انا ما يمكنش ليا نرمي خوتي من با وما نقدرش نتخلى عليهم قالوا لي اختار يا اما حنا يا اما مرات با وانا نختار مرات با. ما شاء الله هذا ما في اختيار هذا كلشي خوت كلشي احباب ما في اختيار بين الشر والخير هذا كله خير ما شاء الله. ما يعني ما نكذبش عليك يعني ما عايشه في واحد الوضعيه كنمرض في صحتي ما كنركز في الصلاه ديالي مزيان القران ما قرياش مزيان كنتحاول انني نتهجى وما عرفت واش عندي شي اجر في التهجو اللي كنتهجى ولا بالعكس عندك الاجر والثواب مضاعف اللي كيقرا القران الكريم وحريص بغى يقراه ولكن غلبه القران قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا له اجران اجر التعتعة واجر المجهود اللي كيقوم به مقبول باذن الله تعالى. يعني ما عرفت دكتور اش ندير معاهم يعني دابا غير هاد اليامات هادو حاولت معاهم ونوط ليهم الناس وقال لي واحد الاخ ديالي انت يا سيري بعدي منا وانت غير خدامه عند الناس سيري بقاي تما ودبري لك على شي حد اللي تزوج بك تما ما تبقايش تفكر كاع تجي لهنا يعني يمكنش ليا ما نكذبش عليك ما يمكنش ليا ما شاء الله مقابله بلا عائلتي ولا دارنا ولا راه غير الظروف اللي جابني المدينه كنخدم فيها ما نكذبش عليك نتمنى من الله انك تدعي معايا يا ربي اختي لطيفه صالح يا ربي يا كريم وعودني على الحنان حيت مات لي امي وانا عندي عامين الله 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 وتوفى لي الوالد وانا انا عندي 19 عام الله ذقتي اليتم اختي لطيفه يعني ما نكذبش عليك يعني دست في واحد المرحله ولكن الحمد لله كنصلي وكنطلب الله سبحانه وتعالى يغفر ليا ولا درت شي حاجه ولا عندي شي اثم في هذا الشيء ديال خوتي وداك الشيء كنطلب الله سبحانه وتعالى. اختي لطيفه ملي قراتي القران الكريم مرت على واحد الصوره اسمها سوره يوسف. بطبيعه الحال اقسم لك يمين انا سي قريبا الى هي دابا اللي وصلت ليها. سوره يوسف مع الاخوه ديالو شوف هذا نبي الله يوسف عليه السلام والاخوه ديالو ماشي حرموا من الورد بغاو يقضيوا على الحياه ديالو بغاو يقتلوه. طبعت الحال من باب الغيره استاذ وعاود تقريضها ودابا عاوتاني ملي كنتهجوا داك الشيء هي دابا اللي وصلت ليها الحمد لله هي اللي وصلت ليها باش انني نقراها وداك الشيء ما عرفت انسان الله تعالى قصها علينا في كتابه العزيز باش يقول لنا بان كاين بعض الخوت قلوبهم قاسيين فيهم الغيره وفيهم الحقد فيهم الطمع. كاين واحده دكتور قلبه قاسح بزاف رغم انه بينه وبينه غير عامين كنا بخير وعلى خير ولكن دكتور ملي تجوج ما نكذبش عليك بحال الا حطيت واحد الاخ وزيتي واحد ما شاء الله بزاف زعما قال لك كيصلي وكيعصم بين وما بين الله ولكن ما نكذبش عليك اي واحده دكتور كيصلي وكيقول لك كيعصم بين وما بين الله لا هذا ما نكذبش عليك قلبه قاسح يدير غير الحنان ما بينه وما بين خوته وهذاك هو الفضل ديال الدنيا. لا اله الا الله الله يلطف فيا المرا ديالك ولكن التليفون غيتقطع ليا واخا اختي واخا اختي لطيفه انا ندوز السطونطري يعطوها لك ان شاء الله تعالى ونكمل معك الحديث الله يعطيك الستر الى ما دعي معايا
يا رب بغيت يجي الله ليا شو الناس اللي يا رب ربي يعوضك خيرا ربي يعوضك خيرا في مطاع الله يرزقك والله الا كندير الخير مع الناس وما كنخليش ولكن الناس طماعين فيا بزاف كيسمعوا فيا الناس بزاف وانا راه ما عنديش غير على قد الحال وصافي لا اله الا الله الله يفتح لك ابواب التيسير اختي لطيفه يا ربي يا كريم الله يعوضك خيرا الله يختار لك من عنده زوجا صالحا طيبا مؤمنا كريما يعوضك عن حنان الاب وحنان الام ورزقك الله تعالى ذريه طيبه يعوضك كل ما فات يا رحمن يا رحيم والخوت الله يهديهم يعني ملي كنشوفوا الخوت بعضياتهم ضاربين على الورد والخصام والمحاكم لا نقول بان الذهاب الى المحاكم بين الخوت اللي صبر بلا ما يوصل للمحكمه ولو يضيع في حقه ربي سبحانه وتعالى هو الكريم هو الجواد راه الله تعالى هو الرزاق ذو القوه المتين الا مشى لي حقي بين خوتي انا خوتي اعظم عندي من حقي خوتي هما الاساس ونمشي غير بالتي احسن والله تعالى يكرمني شحال ديال الناس بنات ضاعوا في حقهم الله تعالى عوضهم باولاد اعطاهم الله ذريه طيبه كبروا الاولاد خنتوهم وتهلاو فيهم ونسوا ايام الفقر وشحال من الواحد خاد المال عنوه اعطاه الله شي اولاد سطوا في المال كله وعذبوه وخلوا حياته كلها جحيم فانسان يصفي يلقى ما يشرب هذا اللي ما خافش الله تعالى عاد غيخاف من المخزن ولهذا احنا خوتنا ما نوصلوا معهم للمخزن ما ندعيو معهم بالسوء الا كنا غندعيو ندعيو لهم بالخير بالهدايه انا ما نبغي خويا ولا اختي اللي ضيعني في رزقي نبغي ليه النار او نبغي ليه العذاب الاليم انا نبغي ليه الهدايه والرشاد والله يرد الى طريق المستقيم وربي يغنيني واياه وجميع المؤمنين من فضله راه الرزق بيد الله الله تعالى كريم وجواد غير القليل الى بارك فيه يكفيني انا ولادي وحبابي واقاربي ولالا لطيفه نسال الله تعالى ان يفرج عنك برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين غنمشيو من جديده الى الدار البيضاء مع الاخت حنان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور. الحمد لله لله حنان دكتور صحه انا بزاف اللي شد لي اليوم خطه الصور النهار دي بدات البرنامج وانا كنحاول نعيط لك الله يعزك لاله حنان الله يفرحك لاله باش كتمني امين يا ربي دكتور انا كنتمنى منك تدعمني دعم معايا ومن الناس اللي كيسمعوني كان ولاده دكتوره البنيات ودابا عندي ثلاثه بنيات وانا حامله دابا كنتمنى من الله يعطيني شي وليد بغيت تدير لي شي دعاء يا ربي يا كريم ولاله حنان واش عرفتي القيمه ديال البنيات عارفه ولكن بغيت وليد امنيتي يكون عندي شي وليد لا اله الا الله عرفتي لاله حنان قال لك النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ثلاث بنات او ثلاث اخوات فعلهن وكساهن من جدته دخل الجنة وحرم الله عليه النار وحد صحابي صحابي قال لي واثنان قال لي واثنان اخر قال وواحدة قال وواحدة اللي عنده بنت واحدة عنده حجاب من النار اللي عنده بنتين عنده حجابين من النار اللي عنده ثلاثة اعطاه الله ثلاثة الاحجبة ولكن انسك يتمنى المولود الذكر وربي سبحانه وتعالى ورازي تو باغي وليد يعني كنت معايا وكنتمحن بزاف في الولاده ديالي يعني كنفتحوا يعني بقات يا ولدها هاد الولاده صافي لاله حنان كتفكرني بالوالده ديالي لما كانت حامله سمعتها فاش قلتها واحد المره نهار الجمعه شحال هي كتقلب على الولد ستات البنات عاد ربي سبحانه وتعالى سخر لها في الولد فلا اله الا الله ربي عز وجل كريم وجواد والبنات فيهم اجر وثواب اكثر من الاولاد البنات كلهم اجر وكلهم ثواب والولاد الحمد لله فيهم خير ربما كيجمعوا الشمل ديال العائله كيكونوا عصبه كيحميوا الارث وطبعا المراه ملي كيعطيها الله الولد كيزداد حتى الشان ديالها عند زوجها ولكن الخير في البنات غير الناس كينساو على كل حال لاله حنان انا حامله راه جيتي تقول لي بغيت يا ربي انا شي وليد وكنصلي وكنصلي الله اكبر كنصلي الفجار وكنطلب من الله وكنتمنى منك حتى انت تطلب منك واكيد لاله حنان هذا الوليد هذا الوليد غادي يجي ان شاء الله تعالى وملي غادي يجي ما غاديش عادي لان جاب الدعاء وجاب البكاء وجاب الابتهال وملي غادي يجي غيكون من اهل القران وغادي يكون من اهل الخير واهل الفلاح يا ربي يا كريم الله يخليك واحد الحلم عندي نعم الزوج. نعم انقطع الخط عند اخت حنان لاله حنان على كل حال السادة المستمعين اللي كيسمعوا لنا الآن راهي الله صلى الله العشاء وقلوبهم طاهرة
ومازالوا متوضئين ومازال لسانهم رطب بذكر الله تعالى. اختنا حنان كطلب مولود ذكر، وحنا كنا غنتوجهوا الى الله، الى المولى جلت قدرته، هو الخالق، هو الصانع، هو المبدع، هو البارئ. نقول يا بارئ يا بارئ يا مصور يا خالق يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أكرم أختنا حنان بالدرية الطيبة، يا رب أكرمها بمولود ذكر، اللهم اجعله مولودا ذكرا، اللهم اجعله من أهل القرآن، واجعله من أهل القبلة، واجعله من أهل الصلاح. يا رب أمرك بين الكاف والنون، إذا قضيت شيئا إنما تقول له كن فيكون. اللهم قل يا ذا الجلال والإكرام بفضلك، قل كن مولودا ذكرا حتى يصير في رحمها المولود الذكر، واجعله قرة عين لوالديه وأحبابه وقاربه ولكل الأحبة اللي عندهم مشكل في الولادة، نسأل الله تعالى أن يكرمهم. اللي عندهم العقم أو عندهم عسر في الإنجاب، نسأل الله تعالى أن يكرم الجميع بالدرية الطيبة المباركة الموحدة المؤمنة الصالحة الخيرة التي يفتخر بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، واللي باقين بلا زواج وما لقاو لا راجل لا وليدات. يا ربي يا كريم، اللهم افتح لهم أبواب الرجاء، افتح لهم أبواب الخير، افتح لهم أبواب العطاء. يا ربي أنت الكريم، خزائنك ملأى لا تنفد، عندك من كل شيء سألناك. اللهم أكرم كل واحد منا بما يتمناه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونتحول من الدار البيضاء إلى سلا مع الأخت الحسنية. ألو، السلام عليكم للا حسنية. ربما انقطع الخط عن الأخت الحسنية، ونتمنى الاتصال مرة ثانية. وأعيد فأذكر المستمعين الأفاضل بأن الموضوع ديالنا اللي كنا غنتكلم به حلقة هو موضوع التربية ديال الأولاد في الإسلام، وإن شاء الله كل مرة نعطوا إشارات إلى كيفية تربية الأولاد تربية حسنة مباركة. ونعود نذكر بأرقامنا الهاتفية لمن أراد التواصل والاستفسار والإفادة، احنا متعطشين لأصحاب الخبرة وأصحاب العلم وأصحاب الحنكة أنهم يفيدون بالمعلومات ديالهم وبما فتح الله عليهم من علم ونور ويقين. أرقامنا 05-22-43-00-09 أو 05-22-46-52-51 أو 52. هنأخذ مكالمة من إقليم توريرت مع الأخت حورية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ. مرحبا لله حورية. أكيد يا لبس عليك. ولله الحمد. شحال فرحانة فسدلي الخط. يا ربي الله يفرحك بالجنة ونعيمها. يا ربي آمين، الله يطول عمرك ويخليك لينا. أعزك الله لله. والله إلا منسى ديك بزاف حيت أنا وحداني في الدار. لا إله إلا الله، الله معك، الله معنا أجمعين. المؤمن عمره ما يكون وحيد، المؤمن دايما الله معه. معايا غير الله، حيت بوحدي ما عندي لا وليدات لا والو. الله اكبر، لا اله. ومول الدار؟ مول الدار كيخدم ما كيجي حتى الليل، انا كنبقى غير بكري. الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا. شحال لاله حورية انتم مزوجين؟ دابا 5 سنين. الله اكبر. ومشيتوا عند الاطباء شفتوا السبب ديال الخلفه؟ نسينا، فين ما نسينا كيقولوا لنا بلي الديفو ديال الراجل. لا إله إلا الله. ودار الأدوية؟ ما عندوش كاع شي أدوية اللي غادي تطلع له داكشي اللي خاصه هو. ما شاء الله. ما شاء الله، ربي كبير سبحانه وتعالى. ربي عز وجل، احنا عندنا الطب واحد العلم محترم وكنقدروه، ولكن عندنا فوق الطب هناك قدرة القادر جل جلاله الله تعالى. ممكن هذا الزوج يتداوى بذكر الله. إلا قتختي حورية، في الغيبة ديال الزوج ديالك هو خدام، انت غتاخدي واحد الإناء ديال الماء وغتقري فيه ما تيسر من كلام الله، القرآن العظيم، كلام الله رب العالمين. قري الفاتحة، قري آية الكرسي، قري ما تيسر، كل كلام خير قريه بالنية وبالصفاء وبالصدق وباليقين أن الله تعالى يرزقك الدرية الطيبة. القرآن الكريم يتحول إلى نور في الماء. ملي يزيد الزوج ديالك قل يشرب من هذا الماء، وغادي يشرب
وغادي يسقي ليه الهرمونات وغادي يسقي ليه الخلايا وغيمشي مع الدورة الدموية. أي خلية ماتت يعود يحييها بفضل هذا الماء القرآني. أي خلية التي ذبلت تعود إلى نشاطها من جديد. أي مكان أو عضو في الجسم ديالو عنده علة أو عنده سقم يعود من جديد إلى الحركة والنشاط. القرآن الكريم فيه شفاء للناس. ودعي الله تعالى في السجود ديالك دوما وأبدا في هذه الخلوة. أكيد أن الله تعالى يحب من عباده الدعاء والابتهال، فنسأل الله تعالى رب العباد أن يكرمك بالمولود الصالح بالذكور والإناث في القريب العاجل يا ربي يا كريم. يا ربي آمين يا ربي آمين. حتى أنا غير بحدي وكنصلي وكنقوم الليل وكنصلي الفجر ديما، راه الفجر ما كان منعوش. هنيئا لك هنيئا لك. واش عرفتي لاله حوريه شحال ديال الاجر والثواب جمعتي الان؟ دابا انت الان كتعيشي الحياه تاع اولياء الله الصالحين. شكون هما اولياء الله الصالحين؟ كتلقى في خلوه مع ربه، وكيكون الله تعالى خلق لي حاجه وما كيعطيهاش ليه. علاش؟ باش يزيد في الدعاء، حتى ربي غير يعطيها ليه يكف عن الدعاء. فانت الان ربي سبحانه وتعالى بقدرته خط لك طريق الأولياء الصالحين المقربين المبجلين، الخلوة والفراغ والذكر. هنيئا لك، وربي عز وجل غادي يرزقك، والله الذي لا إله إلا هو سوف يرزقك الله تعالى رزقا وفيرا في الدنيا والآخرة. تحجمك الضيع عند الله تعالى. يا ربي امين يا دكتور، ربي امين. انا ملي بديت نسمع لهذا البرنامج ديالك وليت عزاد لي الصبر بزاف. لا هنيئا لك هنيئا لك. عطيشنا هو الصبر اعظم خلق الله تعالى. كل حسنه كل خلق دار ليه الله تعالى اجر محدد 10% 20% 30% الا الصبر. قال لنا الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. شك على بياض. فانت ربي رب كل واحد منا يبتليه الله تعالى. انت ابتلاء ديالك كان شديد، ما عطاكش الله المولود، فهذا ابتلاء شديد. وتصبرين عندك اجر وثواب. بعض السيدات اعطاه الله الاولاد، لكن كيكون داك الوليد او البنيه معاق وطلب منه الله الصبر كيصبر. وحده اخرى عطاه الله ولد سليم ولكنه عنيد وكيجبد ليه غير المشاكل، يصبر ويحتسب. وهكذا هاد الصابر اعظم ربما من الشاكر، كي اللي عطاه الله الاولاد مزيان وكيشكر الله تعالى، ولكن الصابر اجره اعظم من الشاكر لانه بغير حساب. انا كندعي الله كنقول يا ربي الا عندي فيهم الخير رزقني بهم، والا ما عنديش فيهم الخير الحمد لله. لا اله الا الله. فمن ولد اللهم لك الحمد، ربي اللي بغاني هكذا. الله شتي دابا لاله حوريه، دابا انت كتعلمينا الصدق ديال العقيده الاسلاميه، كتعلمينا الصدق ديال الايمان. دابا انت هي استاذه مدرسه، الكلام اللي قلتي الان ما يقولوش العلماء الخريجين من اعظم الجامعات. انت مخرجه من هذه الخلوه ديالك مع الله. الحمد لله. انا حتى القريه ما قريتها دكتور، غير اسمح لي الهضره اللي كنهضر معاك. بالعكس لاله، راه ربي عز وجل يقذف في قلب عباده المؤمنين غرفه العلم، علم رباني يقيني لدني. كل ما كان الإنسان قريب من الله تعالى وصادق كيعطي الله النور ديال العلم. إن فتحنا لك فتحا مبينا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه كان قريبا من الله، ففتح الله عليه أبواب الخير والبركات. وانت لاله حورية صابرة محتسبة راضية بابتلاء الله تعالى، كتعيش الخلوة، ما كتسمعي تشي صوت إلا صوت قلبك وشفتيك يلهجان بالحمد والشكر والابتهال للمولى. والله معك، الله تعالى معك، معنا جميعا. ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك الأدنى إلا هو معهم. الله معنا في كل وقت وحين. فرب عز وجل خير أنيس، وهو الذي يعلم ويقدر، وإن شاء الله تعالى سوف يكرمك آخر كرم بإذنه سبحانه. اللهم لك الحمد دكتور. لا إله إلا الله. ونقول للسادة المستمعين الله يجزيكم بخير. أكيد كل واحد منا جالس في الدار دياله مع الزوجة دارين به وليداته وفرحان بهذه النعمة. هذه النعمة ديال الأولاد راه كرامة عظيمة. اختنا حورية جالسة بوحدها تنتظر قدوم الزوج وتسلم أمرها إلى الله وحيدة، وشحال منها أمثالها عدد كبير. فمعالي جميعا قل يا أيها الأحباب الله يجزيكم بألف خير، لعل من بينكم أجمعين صالحين وأخيار وأبرار دعوتهم لا ترد،
نقولوا جميعا اللهم يا رب العالمين أختنا حورية، اللهم أكرم من مولود الحسن، اللهم عجل لها بالفرج، اللهم عجل لها بالفرج يا ربنا. أمرك بين الكاف والنون، إذا قضيت شيئا إنما تقول له كن فيكون. يا رب ارزقها يا كريم يا ودود يا ودود يد العرش المجيد، ارزقها الدرية الطيبة، اللهم عجل لها بالفرج، اللهم عجل لها بالفرج، ارزقها ذكورا وإناثا، قلت وقولك الحق، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. اللهم أكرمها كما أكرمت زكريا على كبر، وأكرمها كما أكرمت إبراهيم عليه السلام على كبر، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وننتقل من إقليم توريرت ونمشي إلى إقليم تارودانت مع أخونا كمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييك بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام أخي كمال، حياكم الله. أنا كنشكركم بزاف على المائدة المستديرة اللي تناولت فيها عدة مواضيع مع الشيخ الفاضل سي محمد بحر الدين الداعية الإسلامية بأوروبا، وكنسلم عليه بزاف بزاف. هو أيضا كيسلم لك، هو في الاستماع، هو الآن في إيطاليا هاد الساعة كيتابعنا عبر الإنترنت وكيسمع الكلام ديال الأحبة. وسي الحاج تاودي بالإمام والواعد والخطيب بالمساجد ديال الدار البيضاء. إياه محمد جانا حتى هو اللي تحق بنا. اي نعم سيدي، اللي بغيت نقول انكم كتزودونا بواحد الطاقه وبواحد الشحنه ديال لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله، لانكم خرجتنا من الظلمات الى النور. الله اكبر، لا اله الا الله. وهذا البرنامج كيحتوي على وصفات طبيه دكتور بالمجان، وصفات طبيه بالمجان. لا اله الا الله. الموضوع ديالي يا دكتور على الوضوء. نعم سيدي. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وعزيز خطابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم، أنا غادي نرفع عليك على حسب هذا الغسل ديال الوجه. نعم. غادي نرفع عليك ليه؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. الله. قطر الماء. الله. الوضوء في دكتور. نعم سيدي. على حسب الغسل ديال الوجه، كاين بعض الناس اللي كيهزوا الماء من هذا سيط الضوء، ولكن الوضوء ديالهم كيشتو، ماشي كيغسلوا به الوجه ديالهم. نعم. غير بغيت نقول لك باش توضح لنا مزيان دكتور، لان الوضوء تكميل للصلاه. اييه فعلا، مفتاح للصلاه. مفتاح للصلاه. نعم يعني هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصلاه مفتاحها الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الوضوء هو المفتاح، اللي ما عنده وضوء راه باقي الباب مسدود عليه. ينفضوا عاد تيدوز على وجهه. هذا كيقوم بالمسح ماشي بالغسل. بالمسح هكا. نعم. بس توضح لنا مزيان. اييه. لكي والدي. اييه شكرا خويا كمال. نقول لك باش دعا لي مع واحد خويا توفات ليه المراه ديالو. الله اكبر. واحد جوج خواتاتي تا هما ارامل، تا هما دعا لي معاهم ووليداتهم، تا هما الله يهديهم للطريق الخير. اللهم امين يا كريم. الله يرحم لك الوالدين. يا سي كمال نسأل الله تعالى أن يرحم الأخ، الله يرحمه ويجعل عليه الرحمات، اللهم اجعله في أعلى عليين، اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسن أولئك رفيقا، والأخوات الأرامين الله يصبرهم، والله يعاونهم على الزمان، والله يثبتهم باليقين، وأزواجهم اللي توفوا الله يرحمهم، الله يوسع عليهم الرحمات، الله يجعلهم في أعلى عليين، والوليدات الله يصلحهم أجمعين. يا ربي يا كريم. أنا صديق وفي للبرنامج. حياك الله أخونا كمال. الله يرحم لك الوالدين. ونحن يسعدنا ويشرفنا صداقتك للبرنامج. الله يرحم لك الوالدين، جزاكم الله خير. وتحية لأهل تارودانت، ناس طيبين، ناس على الفطرة السليمة. نعم، نحبك في الله. أكرمك الله مولاي. كل ما يفهم لغة الدكتور كريبان كيحبك في الله، العالم كل شيء ماشي إلا المغرب. لا إله إلا الله، الله يكرمك أخويا كمال، الله يكبر بك. يحبك في الله. أعزك الله أخويا كمال. الله يرحم لكم الوالدين. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فأخونا كمال أشار إلينا إلى هذا القصة دي الوضوء اللي فيها أجر وتواب عظيم بزاف ديال الناس غير كيدخل كيتوضى معه في السر ديال الوضوء. راه الوضوء هو وقاية ثم رقية، رقية يومية كنقوم بها، ثم كفارة للذنوب، ثم شفاء من الأمراض والأسقام. ملي نبغي نتوضى ماشي غير نحر بيني ونبدا نتوضى او ندير سطله ديال الماء ونغسل بسرعه باش نوض نصلي. لا، نقول انا الان بدات بالعباده مباشره في هذا الوضوء. الله تعالى كيقول لنا يا ايها الذين امنوا، الخطاب بالايمان، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الوجه والدين فيهم الغسل، اغسلوا ايديكم وجوهكم وأيديكم مرافق. عدق لنا وامسحوا، المسح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم للكعبين. فالوجه خصوا الغسل 3 مرات، واليدين إلى الرسغين إلى الكعبين أيضا خصهم الغسل 3 مرات. طبعا الاستنشاق والاستنتار راه داخل في الوجه، والأذنين داخلين في الرأس، الرأس فيه غير المسح. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الرجل العلماء قالوا كتحتمل المسحة وتحتمل الغسل. لماذا؟ لأنها جاءت معطوفة على هذا أو ذاك، فكلاهما صواب، سواء غسلنا القدمين أو مسحناهما. مزيان نغسلوهم، فيها نظافة زيادة، لكن لك الحر الشديد لبس الجوارب وغنت أداو يكفينا المسح. فالوضوء عظمة ربانية كبيرة، يكفي أن الإنسان لما يتوضأ كيقول الدعاء المأتور: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا دعاء بسيط، بزاف ديال الناس كيغفلوا عليه، كيتوضى وكيتكلم كيهضر كيناقش وكيفكر. لا، ملي بغيت نتوضى نحصر الفكر ديالي ونقول بأن لساني شحال ديال الغيبة وديال النميمة تكلم هذا النهار. ملي نقوم بعملية المضمضة نحس بأن لساني غيتغسل بهذا الوضوء، وكذلك العينين ديال الوجه ديال الأذنين، كل عضو من الأعضاء دار ذنب أو دار معصية كنغسلو. ملي نسالي نقول هاد الدعاء بسيط: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أشني الهدية اللي كيعطينا الله تعالى؟ كيقول داك المتوضئ: أدخل من أبواب الجنة 8 أيهما شئت. كيفتح لك الله تعالى 8 الأبواب. كاين باب ديال الصلاة، وباب ديال الصيام، وباب ديال الحج، وباب ديال الزكاة، وباب ديال بر الوالدين، وباب ديال الضحى، وباب كل باب عنده علم أو عنده علة. فاللي كيتوضى بوضوء حسن بخشوع واطمئنان وكيقول هذا الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، الله كيعطيه التوبة في قلبه، عمرو ما يخطأ، إلى خطأ دغيا يرجع. وكيعطي الله الطهارة البدنية والقلبية والإيمانية، وكيفتح ليه أبواب الجنة 8. ثم ذاك الوضوء كيكون ليه رقية من العين، رقية من الحسد، رقية من جميع الآفات والموانع، ثم كيكون ليه شفاء من الأمراض والأسقام، ثم كيكون سعادة في القلب وفي البدن. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم ويزيدنا خشوعا ويقينا وإكمالا لوضوئنا وصلاتنا بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونعود إليكم مستمعي الأفاضل، نواصل حديثنا في هذا البرنامج المباشر الذي هو منكم وإليكم. أرقامنا ما زالت مفتوحة بين أيديكم إلى حدود منتصف الليل. أرقامنا 0522-43-0009 أو 0522-46-72-50 أو 51. الموضوع اللي بنينا عليه اليوم الحديث هو التربية ديال الأولاد، وتكلمنا بأن الأولاد نعمة عظيمة من الرحمن سبحانه وتعالى.
ربي عز وجل جعلهما الزينة ديال الحياة الدنيا، وطلب منا أننا نشكروه على هاد النعمة، وطلب منا نرعوها، هي مسؤولية عظيمة في الدنيا والآخرة، وعندها أجر وتواب لا يعد ولا يحصى. غناخدو مكالمة من قلعة سراغنة مع أخونا السي نصر الدين. نعم. السلام عليكم مولاي. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيدي. إذا كان ممكن السي نصر الدين تنقص شوية من الراديو أو تبعد منه، لأن هناك الصدى يتردد. أو نعم شكرا لكم. أنا سيدي عنده واحد الوالد كان خدام في الجامعة واحد مدة 20 سنة تقريبا. إياه هنيئا له. نعم. هنيئا له 20 عام وخدم في الجامع. نعم. وتبارك الله غادي في بيت الله تعالى أعظم، ولو أجره الدنيوي قليل ولكن ثوابه عند الله عظيم. بارك الله فيك. وهو المسكين كان توفى. إياه. وكان يسخن الماء للناس. الله أكبر، كيسخن الناس للماء باش يتوضاو. يوم الجمعة. سبحان الله هنيئا له. إيه ومات تقريبا شي 12 سنة هذي. الله يرحمه ويوليه برحمة الله. أيه. وكنت دابا انا بلسيتو. هنيئا لك، انت في خدمة المصلين وفود الرحمن. أيه. نعم. يمكن لي انا سيدي نبقى معهم في العمل، ولا نشنط الامام كي يدوز الخطوبة. الا كانوا باقي الناس مازال كيتوضاو ممكن تكون في خدمة مصلين وطلق ودنك مع الإمام. طبعا الإمام المفروض أن الناس خاصو يكونوا توضاو وملين ترفع الأذان كل شيء خاصو يكون في الجامع، لكن بالظروف ديال الحياة الأون اليوم شاقة، الناس كيكونوا معطلين مع العمل ديالهم في الإدارات وفي المتاجر، كيجوا متأخرين محتاجين للوضوء. كيكونوا معطلين شوية، عندنا سوق أسبوعي. نعم سيدي. أي أسبوع؟ أسبوع. نعم سيدي. سوق أسبوعي وكيجوا الناس معطلين شوية، ولما كنتش انا كيتفقد داك الماء ديال الوضوء، سمعت 100% الناس اش كاملوا. اييه. وانت انت الان تمام حتى تبقى الحال ديالهم حتى يكمل داك البشر وكيتبقى النهايه، سمعت. اييه نعم سيدي. وجا واحد المحسن رحمه الله قال لي لا ما خاصكش تبقى خدام هنا وكذا، خاصك تمشي تصلي الجمعه وكذا، هو كاين واحد الباص كنسمع منه اش كيهضر. نعم اييه. وجا داك السيد ولكن ضيعت الوقت، داك الماء كيضيع، ما كي الناس كيجوا معطلين شويه كي ما كيسيبوش داك الماء باش يؤدي الواجب. إذا كان هناك ضرر يقع على الماء وعلى المصلحة ديال المسجد، فأنت الآن رك على ثغر من ثغور الإسلام، لأن الصلاة واجبة على كل مؤمنين، ويتم استثناء بعض الناس كالقوم مثلا بعض رجال الأمن، أن وقت الصلاة يكونوا خصهم يقوموا بالحراسة الأمنية، يقدر يقع أي خطر يهدد الأمن وسلامة المجتمع، فهؤلاء عندهم رخصة استثنائية. إذا شفتي مثلا غير في المسجد الحرام لما كيكون الامام ديال الحرمين كيصلي بالناس، كنلقى واحد المجموعه ديال رجال الامن يصطفون وكيراقبوا ما كيصليوش. علاش؟ لانهم مراقبين الامن وسلامه الناس كلهم. كنلقى رجال الاعلام كذلك، الصلاه تبث مباشره ولكن صحاب الكاميرا كتلقى خدام ديك اللحظه لانه في خدمه مصلين. كنلقى الاطباء في المستعجلات، كنلقاهم كذلك الناس كيصليو هما مرابطين في المستعجلات لان خايفين توقع شي حاجه خطيره، حتى كتسالي الصلاه كيصليو. فانت الحمد لله الا كان داك الماء فيه مضيعه ومفسده للناس، الا صليتي مع المسجد بعد الاذان افضل، ولكن الا كانت هناك مصلحه تقتضي ذلك فانت طالق ودنك كتسمع وكتكون في خدمه المصلين. نعم. فما فيها باس ان شاء الله تعالى ربي يتقبل منك. اي نعم سي. انا دابا دوك المهمه ديالي شنو هو؟ نعم. بحال دابا داك الماء كيزو دوك الناس اللي ما عارفين شي كينقعوه، كيما كان كيزو يستلم من الارض وكيديروا في داك البرميل كينقعوا لنا داك الماء اللي دابا. نعم. حيت كاين سوق اسبوعي كيجي لنا ماشي مقدس باش غادي يؤدي الواجب شحال، كاين عليه يهز السطل كينقع داك الماء وكيخلي داك الشيء، وبقات انا كنبقى رد البال داك الشيء حتى النهايه. ما شاء الله، وراه عندك اجر وثواب عظيم في خدمه المسجد وضيوف الرحمن. فمادام ان هناك ضرر غادي يوقع فهو الاولى انك تصلي مع الجماعه وتسمع مع الامام، ولكن انت في خدمه الجميع، انت راه شحال من واحد غيستافد منك، الناس المصلين كلهم، انت لك الفضل في انك كتسخن الماء وكترشد النفقه ديالو باش ما يضيعش، باش كلشي يستافد منه.
نعم سيدي، هي كان والدينا رحمه الله 20 سنه وخدام، كان تيخفخ الماء العود، سمعت انا مسيدي. اي نعم سيدي. ومع لله السبيل ما عندي ما ماشي زعما خاص بوظيفة الاوقاف كتخلصني فيه ولا شي حاجه، سمعت سيدي. هنيئا لك، ربي سبحانه وتعالى له الاجر التواب. والدينا رحمه الله كان تيخفخ الماء العود ودوك الفرينات ديال الطين وكذا، وما كبر شويه قالنا انتما اديو الواجب ورايا، بقينا نخدم احنا في هذاك الواجب لحد الحاليا. هو مزيان ملي كتادي من 10 حتى لديك 12 ونص ولا الوحده، مزيان كله. هذيك اللحظه ديال الصلاه لما يرفع الاذان، هو الانسان خاصه لابد يكون في المسجد الا لضروره، الا لضروره. لما يرفع الاذان كتدخل الملائكه كتصلي مع الامام، ديك اللحظه خاصنا كاملين نكونوا في الجامع الا لضروره. الا كان يبالك بان هذا الماء ضروره وغادي يضيع وغادي يكون فيه هدايه للاخرين، فانت غتكمل على الاعمال ديالك. الا شفتي بان ماشي شي ضروره كبيره، الا ضاع ما كاين بس شي بركه قليله منه وتفوز بالجماعه يكون افضل باذن الله. الضروريه هي داك الماء يتنقع عليا، ماشي هذا هو المخيم. سميتي؟ نعم سيدي، انت ربما اعلم وادرى بداك الزوار اللي جاوا في السوق الاسبوعي، ربما العراق والتراب والاتلاف المصالح ديال المسجد، راه حتى الحراس في الجامع كيبقاو حاضرين، وهذا من باب الضروره لمصلحه الجميع، تكون في تسهر لخدمه وضمان راحه الجميع. وخويا سي نصر الدين الله يتقبل منك، غير لو حرصت انك تصلي مع الامام يكون افضل، ولكن انت ربما ادرى واعلم بهذه الضروره ديال الماء، ولكن في الصلاه غتكون مع المصلين باذن الله. غنتقلوا من قلعه الصراغنه وغنمشيو عند الى سيدي يحيى الغرب مع الاخت حياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا من سيدي يحيى الغرب، من سيدي يحيى زعير. سيدي يحيى زعير، معذره. لا انا كنقرا هاد العام عندي مستوى البكالوريا. تبارك الله. وشدني شويه الخلعه وما كنقدرش نركز مزيان على الكشوبه ديالي. اييه. والهدف ديالي يعني انا هاد الناس اللي عايشه معاهم غير متبنيني وناويني باغي ننجح يعني باش نفرحهم. الله اكبر الله اكبر. والديك رحمهم الله؟ لا، والدي هما باقيين حيين ما شاء الله، الله يحفظهم ويرعاهم يا رب. امين. هي اختي حياه، اصلا البكالوريا مخيفه منذ زمان وحنا باقين صغار، كنا كانت البكالوريا كتخيف، كان اللي كينجح في البكالوريا بحال ضمن مكان معتفين، واللي رصب لا قدر الله كانها نهايه العالم. الان البكالوريا ما بقاش بهذا الهلع الكبير، الحمد لله الامور تحسنت والبكالوريا ما بقاش مخيفه، فهذا غير ربما الخوف طبيعي بعض الناس يجتاز الامتحان، لان البكالوريا مفصل ما بين الحياه الدراسيه الابتدائيه والثانويه الى الحياه الجامعيه، فملي كنتجاوزوا البكالوريا كندخلوا الى عالم الجامعه، الى عالم الدراسات العليا، الى عالم التخصص، وطبعا هذا واحد الانتقال نوعي كبير، والتلاميذ عاده كيشعر بواحد الخوف شديد، اولياء الامور الله يحسن عوانهم كيكونوا ايديهم على قلوبهم باغين وليداتهم ينجحوا ويكونوا من الاوائل او على الاقل غير يتجاوز القنطره، فذاك الخوف هو طبيعي لكن لا ينبغي ان يزيد عن حده. فكنقول لاخت حياه انك راجعي الدروس ديالك وبقاي ثابته في الايمان ديالك وذكري الله، ذكر الله تعالى كيخلي يعطينا الطمانينه وكيعطينا الهدوء وكيعطينا السكينة، نذكر الله تعالى وما نخافش، وربي سبحانه وتعالى ينجحك ويوفقك ويزيدك من فضله. الخوف إذا جاء للعبد المؤمن يكثر من ذكر الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ما تخافش، اذكر الله تعالى، ربي يعطيك الطمأنينة ويعطيك السكينة، ونجتهد في الامتحان وإن شاء الله تكوني من الناجحين. الله يوفقك للا حياة وجميع التلاميذ والتلميذات، والله يسعد جميع أولياء الأمور بنجاح مبارك في القريب العاجل. يا رحمن يا رحيم.
غنمشيو من سيدي يحيى زعير الى مراكش مع الاخت فاطمه الزهراء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كي دايره دكتور؟ لاباس عليك؟ بخير ولله الحمد. كنشكرك على هذا البرنامج هذا، الله ينورك، كي نورتينا. الله ينورك بالدنيا والاخره لاله فاطمه الزهراء، الله يعطيك شي جنه ان شاء الله يا ربي، ان واياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات. امين يا ربي. وكنشكر كاع ذاك السيد اللي تيقبت ذاك الاخ صابر، حتى هو سي صابر كني اللي في اذاعه ميد راديو، راه مراكش حتى هو، يا راه هو خاف الدار البيضاء. ايوا فراسي، حتى هو الله يخلف ليه في هذاك الولد ان شاء الله، يكون حتى هو بحالك ان شاء الله. يا ربي يا كريم، واحد الولد طيب مبارك. وبهذه المناسبه كنشكروا لاله امينه اللي جابت الرفيسه الى مقر اذاعه ميد راديو. ايوا تبارك الله. والناس وكلاو وشربوا وفرحوا، وكانت واحد الاسره عظيمه، وكنتمنوا لها النعيمه الله يحفظها ويرعاها ويزيدها من فضله. امين يا ربي امين. تنشكرك دكتور على هذا البرنامج، وبغيت نسولك شي اسئله الله يجازيك بالخير. ايه لاله مرحبا. بغيت نسولك على الرقيه الشرعيه. ايه. واش لا حرج ان نغسلوا بها وحنا فينا دم الحيض؟ نعم لاله، هو الاصل في المؤمن انه طاهر دوما وابدا. الا كان الفتاه او المراه مريضه اللحظه هي في دم الحيض ومريضه جدا وخصها دير ديك الرقيه ديك الساعه كانت مريضه، لا حرج. لكن الا كان ممكن تاخرها الى ان تطهر يكون افضل، يكون افضل. ولكن إذا كانت مريضة وكتشعر بالألم وبالشدة وبالتعب واستعمل ذاك الماء مزيان، غير ملي نغتسلوا بذاك الماء ما يمشيش في 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 الفيسي في لي تواليت. لا تنكبوه فوق الزريدة حدانا. أيه، ندير واحد البانيو كبير ونغسل بذاك الماء، ومن بعد ذاك اللي تبقى نرميه في الحبق. وهكذا فعل سيدنا أيوب عليه السلام لما قال لي الله تعالى: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فاغتسل به ومازال يكون بارد، ما يكونش سخون. يبقى بعض الناس كياخذوا الماء الرقيه وكيمشيو يسخنوا في دافئ، الافضل ان يكون بارد. هكذا قال القران الكريم: هذا مغتسل بارد وشراب، اغسل به وشرب منه وربي جاب به الشفاء العاجل. وعافاك بغيت نعطيك واحد السلام تاع الام تاعي، راه ديما تقول لي اقسم بنيتي شفت لك، قولي لي راه سلمت عليك، راه كتسلم عليك وكتجازيك بالخير، وديما تقولي لي شفت لك الخطة بنيتي، قولي لي صيفطي لي السلام تاعي. الله يحفظها ويرعاها، الله يتقبل منها هذا السلام يا رب يا كريم، والله يشرف مقدارها، والله يخليها لكم ويطول عمرها ويسعد العائله كلهم يا رب يا كريم، والله يعطيها شي حجه ولا شي عمره، كرامه من الرحمن يا ربي يا كريم. امين يا ربي. وبغيت نقول لك دكتور، انا تنعيش انا مع الام تاعي والاخت تاعتي وكل الاخ والاب، وتيخرجوا الرجال تيخرجوا، حنا تنقعدوا في الدار. ايه. بالثلاثه حنايا تنقعدوا، وبعد الجيران داكشي اللي تيقول لنا راه خايب عليكم تقعدوا ببعدكم، راه دابا يوقع لكم شي حاجه، دابا تمسوا ولا شي حاجه، حنا الحمد لله تنقراوا القران. لا الحمد لله، اللي كيتمس هو الانسان اللي مضطرب وخايف وعنده الخوف الشديد. فالانسان اللي عنده اليقين راه ما عمره ما كيتمس. الانسان الحمد لله عندنا اليقين، حنا تنقعدوا في الدار حيت الاب تاعنا والوالدين تاعنا دوك الناس تاع القديم يعني قبض السوق داك الشيء، وما تاخذوا قليل عندنا الاخرين تنقعدوا في الدار اكثريه، ولكن الحمد لله حنا تنقراوا القران كنصليو وكنقولوا اذكار الصباح والمساء الحمد لله. يعني الحمد لله شكرا لله، قلب ديالنا عامر بالايمان والايمان مع الله قوي. الحمد لله، ما تخافوا ما تحزنوا، ان شاء الله تعالى غتبقوا في حفظ الله ورعايته، وخيمشوا العائله يخرجوا. انتم ثلاث بنات الحمد لله، راه الوناسه مزيانه، اللي خايب اللي كيكون بوحده وكيكون موسوس وعنده اضطراب نفسي، هذا كيكون مؤهل لان يصاب. اما الانسان واخا يكون بوحده عنده يقين في الله تعالى، هذاك حتى حاجه ما غتمسه. ولكن انتم ثلاث بنات كتذكروا الله، هذا راه خير عظيم الحمد لله. وبغيت نقول لك راه الام تاعتنا دائما تتقول لنا الله يعطيكم شي رجال يكونوا بحال الدكتور كريبان، يكون زعما قاري وداك الشيء فاهم في الدين وداك الشيء، تتقول لنا راه دابا تيجونا دكتور الخطاب. يا لاله. تتقول لنا فاش تقول باي تيكمي ولا تيسكر تقول لا هي راه تيكمي ولا شي حاجه هكا، تتقول لنا ما بغيت انا بغيت بناتي هادشي اللي قريتهم يمشيو عند رجال يقريوهم احسن، ماشي اللي يرجعوهم في الطريق وما يفهموهم والو. انا قريت بناتي وعرفتهم الدين، بغيت انايا رجال اللي يوريوهم الدين ويزيو يكبروا بهم،
ماشي نتوما انا نزوجهم يحيد لهم الخراقي ويحيد لهم الصلاه ويحيد لهم حيت اكثريه انا اللي واقع دابا اش واقع على فاطمة الزهراء كي تزوج البنت ربما كتغير شحال وحده تلقاها في دار با تتصلي تصوم الاثنين والخميس يعني الدين ديالها قوي ولكن فاش تزوج يمكن الرجل تاعها ما عندوش معصله ما عنده مع الدين واحد شويه هي مشات ليها الصيام تاع الاثنين والخميس هي واحد شويه الصلاه نهار تتصلي نهار ما تتصلي هي صافي خلات الصلاه هي صافي تشغلات مع المشاغل تاع الدنيا هي صافي مشات هذاك الشيء كله ولي تعبوا عليه الوالدين تاعها ما شاء الله ما شاء الله ولا فاطمة الزهراء حنا كنتمنوا الله تعالى يكرمك بالصالحين انت والبنيات كاملين الله يكرمكم بازواج صالحين واخيار وابرار ويكونوا ان شاء الله تعالى معكم بالسعاده والطمانينه والفرحه والسرور والخير والبركه يا رب يا كريم امين يا رب الله يسعدك فاطمة الزهراء باش توصلوا الرساله لوليداتكم واذا يعني كيف انا عطيتكم الرساله وكبرتكم ووريت لكم الطريق ايوا كملوا نتوما الطريق ماشي تطلعوا حتى الفوق وتنزلوا ما باقيش تكملوا الطريق لا كملوا انتوما مع وليداتكم وليداتكم حتى هما يكملوا الرساله يعني تبقى الرساله تاعتنا طويله ماشي يجي شي واحد صافي ينزل ديك الرساله وتبارك الله هذه امك فهمت تبارك الله هذا هو الفلسفه والمنطق ديال الحياه ان الحياه تستمر والمشعل ياخذه جيل ويسلمه الى جيل كاين بعض الاجيال اللي خافت المصباح عنده خافت لعل الجيل اللي يجي من بعد منه يشعل المصباح وان شاء الله تعالى الام ديالك واعيه وفاهمه وعارفه الفلسفه والجوهر واللب ديال حقيقه الحياه هي ان الاستمراريه في الخير والعطاء عبر الاجيال المتعاقبه وان شاء الله تعالى نسال الله رب العالمين اختي فاطمة الزهراء الله يسعدك والله يكرمك انت والخوات ديالك والعائله والاحباب والوالده الله يكرمها بدخول الجنه والله يكرمها وجميع الامهات بحجه او عمره تاتي كرامه من الرحمن بلا تعب ولا مشقه ولا قرعه برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. نتحول من مراكش الى اقليم ورزازات مع اخونا حسن. السلام عليكم الدكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك مرحبا بك والله إلا مشتاقين بك بزاف ونحلموا بك حتى إلى نعسنا. الله يحفظك سيدي حسن الله يزيدك نور على نور. ورديت الحانة في قلوبنا وكل شيء وقلوب المسلمين جميعا. لا إله إلا الله كثرت عليا لا أستحق هذا الثناء الله يكبر بك أخويا. أدرى من نور ديال القلب ديالك أخويا. الله ينورك الله ينورك لينا ويبقيك لينا ديما ديما يبقيك لينا نشوفوك ونسمعوك هكا حفظك الله وراك اخوي حسن الله يرحم الوالدين ويصحى لك الدراري الله يجزيك بخير نعم ما تنشدش الوضوء بزاف اييه تنوض بزاف اسمه ما تنشدش الوضوء بزاف اييه هذا كتسمى السلس كاين هناك سلس البول وهناك سلس الريح أيه. بعض الناس عنده واحد عنده مرض في الجهاز البولي ولا في الجهاز الهضمي كيوقع عليه هذا السلس وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحد صحابي جليل قال لي يا رسول الله انا ما كنشدش الوضوء اما عنده نعم. سلس البول او الريح قال لي كي غندير في الصلاه قال لي توضا عند كل صلاه يجدد نعم. الوضوء عند كل صلاه قال نعم. لي يا رسول الله راني توضيت واثناء الصلاه كنحس بانني اما خرج من الريح او قطرات من البول قال لي ولا عليك غير كمل صلاتك فقد توضا عند كل صلاه جدد الوضوء عند كل صلاه واخا تحس بان انتقد ديك الوضوء داخل الصلاه معليش غير كمل صافي مره وحده كتوضا وربي غيتقبل منك الله يرحم الوالدين الله يجزيك بخير حفظك الله خويا حسن الله يرحم الوالدين بيت منك واحد السؤال صغير اييه مرحبا انا حشتي بالناي اييه واحد المرة طحت في واحد السرير تفتحت في رجليا اييه وفي الحاجة السيادة ديالها سمو عندي خمسة ديال الدراري واحد شد الباك الله يسخر لك زيون يا رب ودفع البوليس ودفع الجندرم ودفع القوة المسلحة القوة المسلحة كاع القوة المساعدة نعم دوز فيها كاع واحد 25 يوم وردوه ما عرفت علاش
والله يجيك بخير بك تدي لي مع الدراري ويجيب لهم شي خدمه. انا ما قديش نخدم ما والو يجيب لي. الله يحسن عوانك اخويا. وحنا كنحييو الناس البنائين اللي كيبنيو بتعب ومشقه وباجر على قد الحال، ومع ذلك هما الاولين كيفيقوا في الصباح الباكر كيخدموا كيتعبوا. وملي كيمرض الانسان الله يحسن عوانه كيلقى ظروف ما عنده لا تغطيه صحيه ما عنده شي تقاعد اللي هو صحيح. على كل حال الوليدات هما اعظم استثمار، وهذو الوليدات انت ولدتيهم وربيتيهم، ولكن ربي مازال باقي الرزق ديالهم. فنسال الله تعالى العلي العظيم ان يحفظ هؤلاء الاولاد بالسبع المتاني والقران العظيم، ونسال الله تعالى ان يبارك فيهم ويفتح لهم ابواب الرزق الحلال. هذاك الوليد الا كان في القوه المساعده ما كتب لله رزق، نسال الله تعالى ان يكتب لي رزق في مجال اخر باذن الله. ابواب الرحمن كثيره ومتعدده، الله يرزقه من حيث لا يحتسب، الله يفتح لي ابواب التيسير وابواب الفرج، والله تعالى يعطيه القبول اينما حل وارتحل. لعل الله تعالى يخبئ له شيئا اعظم واكرم، وان شاء الله ربي يفتح لي ابواب التيسير وجميع الوليدات والبنيات يا كريم. ما شاء الله سي حسن من ورزازات كنحيوا اهل ورزازات، ناس طيبين، الناس على الفطره السليمه، وكنقول له حياك الله وبياك. وغنتقلوا من ورزازات وغنمشيو الى فاس العاصمه العلميه المباركه مع الاخت رجية. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما عرفتش غادي نقول، انا اول مره تنقبضك ولكن ما عرفتش غنقول. تبارك الله عليك أعزك الله للرجية، هذا اسم جميل رجية لأول مرة كنسمعه. جزاك الله خيرا. هناك راجي رحمة ربه وهناك راجية رحمة ربها، هنيئا لك. شكرا أستاذ. الحمد لله. أستاذ أنا سنقول لك أنا عندي جوج غادي يدوزوا الباك وأرمالة. الله أكبر. وكنتمنى من الله نشوف فيهم الصبر ديالي. الله الله الله. يعني انا بدا كنحييك لاله رجيه انك ارمله وقدرتي انك تربي هاد الوليدات تربيه حسنه حتى وصلوا للبكالوريا، راه انجاز عظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يبارك فيهم ويكونوا ان شاء الله تعالى خير خلف لخير سلف. يا ربي امين يا ربي. شكرا استاذ. يا ربي يا كريم الله يطرح فيهم البركه. يا ربي. راه المراه الارمله الصبوره اللي كتربي وليداتها وشد الحزام وكتسعى في الخير، ربي غادي يعوضها في الاولاد ديالها يا ربي امين. ان شاء الله يكونوا اولاد صالحين مباركين، الله ينجحهم، الله يجعل كل عسير عليهم يسير. اللهم يا رب العالمين اجعلهم من الاوائل، اللهم ارزقهم حسن الفهم وحسن الادراك وحسن الجواب في الامتحان، واجعلهم من الناجحين الاوائل وافتح لهم ابواب التيسير. اللهم امين يا ربي امين. شكرا استاذ بزاف. اعزك الله لاله رجية. جزاك الله بخير. حفظك الله ورعاك لاله. وطبعا احنا في هذه اللحظه كنستحضر ان وليداتنا وبنياتنا على ابواب الامتحانات كيشعروا بالخوف كيشعروا بالعلع، وطبعا كيهرب لهم التركيز الله يحسن عوانهم. هذا غير امتحان ديال الدنيا، فما بالك بالامتحان ديال الاخره. انا كنوصل الوليدات والبنيات انهم يحفظوا ويركزوا ويستعينون بذكر الله تعالى. لما كنت في البكالوريا اذكر كان واحد الاستاذ كيقول لنا اكثروا من ذكر الله. ملي كنقرا البروغرام كيكون عندي شي درس اما في الفلسفه او في الرياضيات او في الفيزياء او في الاقتصاد او في التحليل الادبي او في الجغرافيا او في التاريخ او في الفرنسيه او الانجليزيه، لما اذكر الله تعالى في ذاك البروغرام ماذا الذي يقع؟ سبحان الله، نهار الامتحان ديك اللي حفظتيها مزيان وركزت عليها مزيان هي اللي كتحط في الامتحان، وملي كتبغي تجاوب والله الذي لا اله الا هو كيبان لك الكتاب امام عينيك كان الله تعالى ينزله، وكيبان لك كانك تقرا في سطوره. كتقول هذه الكرامه منين جات؟ جاءت من ذكر الله. فكنقول لوليداتنا هو كيحفظ يذكر الله تعالى، خصوصا اياكم ثم اياكم ضيعوا الصلاه. كاين بعض الوليدات والبنيات كيقول لك الوقت عندي ثمين، الامتحان ما بقات لي الا ايام معدودات، وكتلقاه مزير وما كيصليش، كيقول لك نضيع خمس دقائق عشر دقائق. لا بالعكس، احنا ايام الامتحانات عاد كنحرصوا على الصلاه اكثر، كنتوضا ونمشي للجامع ونصلي في الصف الاول ونرجع. الا حفظت غير ساعتين في النهار فيها الخير والبركه، كيعطيك الله تعالى التركيز وكيعطيك الله حسن الاجابه وكيعطيك الله التوفيق
داك اللي حافظه هو اللي كيطيح في الامتحان. وكاين رايك الله تعالى ماشي مصحح، كتلقى حتى هو يا مرضي الوالدين مهدي، حتى هو كيعطيك شي نقطه مباركه، وكتلقى الخير ورا خير. فقط كنوصل احباب وليداتنا يحفظوا يركزوا ويصليوا في الوقت وفي السجود، يستعنوا بالله تعالى والاكثر من الدعاء. والله الذي لا اله الا هو غتلقى غير الخير امامك، عمر الشر ما يصيبك، حتى ان الله تعالى اذا اراد ان يبتليك، الله تعالى يستحي ان يبتلي عبده المؤمن الذي يكثر من ذكره. فالله يوفق الجميع. غنمشيو لمراكش مع الاخت مريم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. كبير هذا اللي سمعنا صوتك، منين وانا تنحاول نتصل بك دكتور عزيز هنا بزاف بزاف. الله ينورك الله ينورك يا ربي. حياك الله لاله مريم. بغيت نقول لك سيدي، انا بالنسبه ليا كنت كان ابتلاني الله واحد الابتلاء، والحمد لله 15 عام وانا مريضه. الله اكبر. والحمد لله الله عافاني وشفاني، اللهم لك الحمد بالذكر وبالدعاء وبكل شيء. هذا تنحمد الله بزاف بزاف بزاف، عطاني واحد المنحه انني كنت سبب الشفاء ديالي. انا مشيت العمره. الله اكبر. زمزم وتشفاني الله والحمد لله. بغيت انا الناس كل شيء اللي ابتلاهم الله بغيتهم يصبروا ويطلبوا الله، وغادي الله ما يخيبهمش، غادي يعطي الله كل شيء اللي تمناه. ولحد الان دابا انا راه بغيت نمشي للحج ان شاء الله، غادي الحج انا والوالد ان شاء الله، وبغيت ادعي ليا مع الوالده الله يرحمها. يا ربي يا كريم. معايا مسكينه حتى هي هي اللي تعذبت معايا، والوالد مسكين الله يخليه لنا. الله اكبر. هنيئا لك لاله مريم، حنا ما كرهناش نستافدوا منك اكثر. كيفاش مرضتي هذا المرض؟ المرض اللي مرض السي مرض يا سيدنا ايوب الله عليه اكبر الصلاة والسلام. لا اله الا الله. ما كنش نعس لا بالليل لا بالنهار، لحمي كلها كتكال، ودابا كلشي دابا الحمد لله بحال ما عمرني مرض. الله اكبر. هذه دابا تقريبا 15 عام باش انا تشافيت وتعافيت. هنيئا لك هنيئا. انا ديما نتصل بك ونعاود لك ونقول للناس كاع اللي بدلهم الله راه كاين فرج سبحانه وتعالى، الله ما تخيب حتى شي واحد. سبحانك يا الله سبحانك يا الله. كيف ما كيعطي الابتلاء تيعطي الشفاء ان شاء الله. لا اله الا الله. والذكر ديال الله كما قلت دكتور، حنا تنستافدوا منك بزاف بزاف. الذكر ديال الله راه عرفتي واقف معانا والحمد لله، لدرجة أني كل صباح تنقرا سورة البقرة حافظها وآل عمران، ما خصنيش شي نهار ما نخرجهمش. سبحان الله. هنيئا لك. هنيئا لك. على الرسول صلى الله عليه وسلم 100 مرة، والاستغفار 100 مرة في الصباح والمساء والأذكار، واقفين واقف معايا الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. لاله مريم شوف سبحان الله العظيم، لو أن الله تعالى لم يبتليك بهذه الأمراض ما كنت أن تصلي إلى هذا المقدار من الذكر. ربي بغاك ربي بغاك تذكريه بغاك تذكريه فابتلاكي فوهبك الذكر. ونعم بالله. لا اله الا الله. الله بعد كل صبر تيكون الفرج. الله اكبر. كل صبر تيكون الفرج ان شاء الله. لا اله الا الله. بغيت غير نقول لك، شفت واحد الرؤيه ديال الوالده الله يرحمها. اييه. وهذه هي توفات شي دابا 12 عام هذه باش مات، ولاني انا لحد الان ديما كنت نصلي جوج ركعات ونترحم عليها فيها ونترحم على المسلمين، لدرجه ان واحد النهار كنت شت راسي في المقبره وتنشوف كاع الناس الاموات بالاكفان ديالهم فوق القبوره ديالهم. الله اكبر. لا اله الا الله. ورؤيه اخرى شت ما كانت الوالده ديالي كطرز طرازه، وحلمت زعما بحال جات عندنا الدار بدات الماكينه ديالها وقالت لنا انا غادي نطرز بكم انا واحد جوج حواداتي باقي ما مزوجين. الله اكبر. وبغيتك تدعي لي معاهم الدكتور. يا ربي يا كريم. معاهم الله يجيب لهم شي زوج صالح بحالك دكتور. اعزك الله لاله مريم. والله هذه الرؤيه اللي شفتيهم هذه بشاره، ملي شفتي في الرؤيه القبور والناس ميتين فيها فيها اشاره لك بطول العمر. اللي كيشوف الاموات في المنام معنى ان الله تعالى غادي يعطيه بشاره بطول العمر ان شاء الله تعالى. وكون الوالده كترز معنى ان الله ربي غيوفقها يوفقكم غيصوم لكم كل شيء من عنده برضات الوالدين، غيقد لكم حياتكم وغيدققها وغادي يصوبها برضات الوالدين. ونعم بالله يا ربي كريم. وهاد الاخ اختين الله يرزقكم ازواجا صالحين يا ربي الله يعطيهم القبول، الله يفتح عليهم ابواب التيسير، والله يرفع عنهم المانع، والله يعطيهم السعاده والابتهاج والخيرات والبركات. والوالده الله يرحمها، الله يوسع عليها الرحمات، الله يجعلها في اعلى عليين،
وانت اختي مريم هنيئا لك، هنيئا لك بهذا العلاج اللي ربي من به عليك. سبحان الله، لو انك اختي مريم ما كنت مريضة بهذا المرض ديال سيدنا ايوب، مرض السرطان، ربما ما يمكنش لك تديري هذا الذكر كله، هاد الصلوات على رسول الله وهاد الاستغفار وهاد القراءة القرآن الكريم، هذا خير عظيم. الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه. الله تعالى يقول لجبريل: يا جبريل عبدك عبدي يدعوني، لا تقضي حاجته، لا تقضي حاجته، فإني أحب أن أسمع دعاءه. الله تعالى أحب ما يحبه في هذا الوجود هو الدعاء. ولماذا خلقنا؟ خلقنا للعبودية. أعظم شيء في الوجود ذكر الله، وأعظم الذكر بعد القرآن الكريم وهو الدعاء والابتهال إلى الله. والدعاء مخ العبادة، اللي أعطاه الله الدعاء أعطاه قوة اليقين. الله يغفر له على ما به من عمل، لأن الدعاء سر من أسرار الله. غنتقلوا من مراكش وغنمشيو لواد زم مع أختنا حفيظة. ألو، السلام عليكم للا حفيظة. ألو، السلام عليكم دكتور كريبان. مرحبا للا. كدير سيدي؟ كدير ولله الحمد لله. أعزك الله شكرا سيدي على هذا البرنامج، الله يطولنا عمرك، الله يخليك. أكرمك الله للا حفيظة. بغيت نسول لك الدكتور. إيه مرحبا. بغيت نسول لك، عندي واحد رزيق ديال الوالدة ديالي. إيه. وبغيت نبيعه باش ندير واحد العرس لبنتي. أيه. واش يمكن ليا؟ أيه، هذا الرزيق واش ورثتيه؟ واش ارث؟ الورث ديالي الوالده خلاتو ليا، الوالده ديالي. اياه. وحافظت عليه دابا، وبنتي تقدم ليا واحد العريس. تبارك الله. بغيت ندير لي هذه. الله، وكيقولوا الناس اياه، الناس كيقولوا الورث كيكون كله حلال وطاهر وطيب، كياخذوا حتى المال اذا تحول حلا، كيعود طاهر طيب مبارك. هذاك الورث افضل ما كنديروا به اما الحج او العمره، او كنديروا به عرس لبنياتنا وليداتنا، كيكون مبارك، كل درهم فيه حلال، لان الورث كله حلال 100%. المال اذا تحول حلا، فهذا العرس ان شاء الله غادي يكون مبارك، والعمل اللي غتقوموا به جائز، وهذا المال ان شاء الله حلال طيب. فالله يجعل هذا الزواج يكون مبارك سعيد، ويرزق البنية ديالك القبول، ويجعل فيها الخير والبركة. وما تنسيش ترحمي على الوالدة، ترحمي عليها فضلها. شوف، هي عاوناتك انت وهي حية، وهي كتعاونكم وهي ميتة. يا دكتور، يا هنيئا منك، الله يرحم والديك وخليك صحتك. الدعاء مع وليدي عنده واحد امتحان غادي يدوزو، كنتمنى نشوفهم في درجة زوينة. يا رب يا كريم، الله يجعله من الأوائل، الله يرفع الأعلام دياله، الله يعطيه القبول، الله يفتح لي أبواب التيسير وأبواب الفرج. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله يسعدوا جميع أبناء المسلمين وجميع ذرية المسلمين، يا رب جميع الشباب والشابات، الله يفتح لهم، الله ما يفتح لهم أبواب التيسير وأبواب الفرج، يا رحمن يا رحيم. ونتحول من واتزم وغنمشيو إلى فاس مع لالا رشيدة. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس عليك؟ ولله الحمد. حبيب الجماعة، تبارك الله عليك. أكرمك الله لالا رشيدة. ألو. ألو مرحبا. ألو. ألو كنسمعك لالا رشيدة، كنسمعك لالا. ألو. ألو كنسمعك، مرحبا لالا رشيدة. رشيدة، ربما هناك مشكل في الاتصال، نعتذر ونشكرك على هذه الكلمة الطيبة التي لا أستحقها أبدا، وإنما هو من فضلكم ونبل أخلاقكم، الله يكبر بكم يا لله. وكنقول المستمعين الأفاضل بأن أرقامنا هي 05-22-43-00-09 أو 05-22-46-72-50 أو 51. وباش نعود نرجع للموضوع الأصلي ديالنا اللي هو تربية الأولاد في الإسلام، إن شاء الله تعالى غدا غنكملوا عليه، وغنتكلموا على كيفاش نربي وليداتنا. الإنسان اللي عنده يالله عنده وليدات، وهذا إهداء لأخونا صابر، إنسان يالله ولد وليد ولا بنية، كيفاش يربيه تربية حسنة، لماذا يحتاج هذا الولد. لكن بغي نذكر به السادة المستمعين، وهو أن اللي عنده وليداته
وكينفق عليهم بزاف ديال الناس كيلقاو عندهم المشاكل غير من حيث النفقة. الله تعالى قال لنا بأن النفقة على العيال والنفقة على الأولاد والنفقة على الزوجة من أعظم العبادات. بعض الناس ديما مخاصمين الزوج والزوجة، هو موظف وهي موظفة، ودائما كيتنازعوا على قبل النفقة ديال الفلوس ديال البيت. فالإنفاق هو من أعظم العبادات. الله تعالى كيقول لنا خصوصا على الوليد، كيقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ملي كيتزاد المولود كيبغي النفقة، كيبغي العقيقة، كيبغي المدرسة، كيبغي الطبيب، كيبغي الملابس، كيبغي شحال ديال الأشياء. الله تعالى قال لنا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال لنا لينفق ذو ساعة من ساعته. اللي عنده المال ينفق على العائلة، ما يبخلش، يكرمهم، ربي غادي يكرم الجميع. واللي كان على قد الحال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وطبعا في العلاقة بين الوليدات والزوجة والأسرة، النفقة عليهم جميعا كلها بركة، تحج ما كتضيع. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. بعض الناس كيظن بأن النفقة كتكون على الفقراء وعلى المساكين. واش عرفتوا أيها الأحباب الكرام بأن أعظم نفقة اللي يكتر من الفقراء والمساكين هي تنفقها على آل بيتك، على الزوجة والوليدات وعلى الوالدة والأحباب والأقارب. لماذا؟ فيها بركة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هكذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعض الناس كتلقى دائما عنده مشاكل في النفقة، يسمع هذا الحديث غادي يغير مجرى حياته. إلى انفق واحد الدينار في سبيل الله في الغزو في الجهاد، هذا نفقة عظيمة أجرها وتوابها كبير عند الله. ولا انفق دينار في رقبة، واحد الإنسان عنده عبودية، عنده رق، أو عنده دين خطير غيدخل به السجن، وانت انفقت عليه باش تنقضه، طبعا عندك أجر عظيم وكبير عند الله. أو أنك تصدقت بواحد صدق على شي مسكين فقير طالب المساعدة، طبعا ذاك الإنفاق له أجر وتواب كبير عند الله. لكن أعظم ودينار آخر انفقتي على الزوجة، قال لك الله تعالى أو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها، هادشي كله اللي سمعتيه أعظمها عند الله تعالى هو الدينار الذي أنفقته على أهلك. فالإسلام لك يتقدر العائلة وكيوسع عليهم في خير وبركة، لأن الأسرة كتشعر بأنها موسعة وكتشعر بالسرور والفرحة وكيباركها الله تعالى. لنأخذ مكالمة من دار البيضاء مع الأخت إحسان. نعم سيدي، السلام عليكم سي طيب كريبان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لنا. ما هذا الجمال يا طيب كريبان، الله يبارك فيك ويبارك لك في الاسم ديالك وفي الكنية ديالك. أعزك الله للا إحسان، وأنت اسمك أجمل وأعظم وأكرم. الله يكثر خيرك، الله يجزك بخير على هذا الموضوع وكل المواضيع. الله يجعل هذا الشهر اللي هو شهر رجب اللي قرب على النهاية إن شاء الله مبارك عليك وعلى المسلمين أجمعين وعلى الناس ديال ميدراديو وعلى الناس اللي كاينين في كل الطاقم التقني وكل اللي خدامين في هذه الاذاعه المباركه. والله يبلغنا ان شاء الله تعالى رمضان يا ربي يا كريم، ان شاء الله تعالى من الناس المؤمنين اللي كيرضى عليهم الله عز وجل يا رب العالمين. اللهم امين يا كريم. الله يكرمك. انا الموضوع ديال تربيه الابناء، انا كنشهد لامي الله يرحمها واحد الام اللي هي نموذج اللي رباتني، وانا من خلال هذا المنبر دابا كنترحم عليها وكندعي ليها والله جزاها بخير خير جزاء. الله اكبر. واحد المراه اللي هي الله يرزقها جنات الفردوس العليا ان شاء الله تعالى يا رب. اللهم امين يا رب يا كريم يا رب العالمين. احنا وياكم وجميع المسلمين خير امراه ربتني واحسنت تربيتي وعلمتني وكانت نموذج للزهد
والعفة والقناعة. والله زعما إلى هذا الكلام كنقولوا كنت كنقولوا في حياتها وكنقولوا دابا الآن في مماتها. الله يجعله إن شاء الله صدقة جارية على هذا الكلام يا رب العالمين، وتأمنوا عليه إن شاء الله تعالى ويوصلها في هذه الليلة المباركة يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب يا كريم. لا إحسان لسه نستفد منك، قول لنا الطريقة التربوية اللي ربتك بها الوالدة باش نستفد منك أكثر. الأم ديالي للإشارة أنها كانت إنسانة مؤمنة طيبة مباركة تبارك الله. كانت وهي طلقت تقريبا من الثمانينات، ورغم ذلك حرصت على تربيتنا. سبحان الله، الطريقة هي أنها كانت ديما توصينا بالقناعة الله والزهد في الحياة الدنيا، وأن وخي ديالك شي حد هذا الحق ديالك سامح فيه، سامح الله ما تكون مظلوم ما تكون ظالم. اي الله يجزك بخير، لان هذه الدنيا باش ما كاين فايته وزيزه، ورا ما عند الله اكبر واحسن واكثر خير وابقى. الله نعم أكبر. خير وابقى الحمد لله رب العالمين. هذه وصيه مهمه للاحسان. يعني كنقولوا للامهات اللي كيسمعوا لنا الان والاباء يوصوا ولاداتهم بالقناعه وبالزهد. نعم. والاشاره السي طيب كروان كانت كتوصينا على الصلاه. والله انا في واحد دابا انا في الاربعينات وبغيت تدعي معايا بالزوج الصالح يا ربي يا كريم. مرات وما كتبش ليا تنسى. المهم بغيت انها كانت سبحان الله كانت كتوصيني في هذا السن. دابا هي 4 سنين باش توفات الله يرحمها. تصور كتوصينا لاخر لحظه وهي كتوصينا على الصلاه. الله اكبر. الاخ ديالي انا كنت اتصل فيه قلت لها الوالده ديالي راه مرضات هذه مده، راه ولات قاعده وديك الشيء اجي شوفها. كان ديك الساعه 12 يوم مسكينه بداها بدات كدير لي كلش. الله يرحمها ويوسع عليها. اللهم امين. تصور ان اخر بحال دابا شفت الاخ ديالي مع نهار الجمعه وهي توفات الثلاث، اخر عهد بينها وبينه انه قالت لي دارت لي اشاره ديال انه يتوضا ويصلي. الله اكبر. اخر عهد بينها هنيئا لها هنيئا لها. وخويا الحمد لله كان شيوعي وكان اختيار شيوعي الاشتراكي. ربي بهذاك الدعاء وبهذاك الله اكبر معاه. سبحان الله دابا في عيد كبير رد به الله سبحانه وتعالى والحمد لله ثبت الله اكبر. التدين والاسلام الحق وفهمه الاسلام وفهم وارتاح فيه. نعم. والحمد لله وقع واحد التصالح بيننا الحمد لله. لا احسان بعض المستمعين سمعوا شيوعي ما فهموهاش، بغيناك توضحها لهم. شيوعي هذا تيار اشتراكي. نعم. والاصل ديالو من الاتحاد السوفيتي سابقا. نعم من روسيا. نعم نعم المنظرين ديالو من بينهم كاين لينين ستالين. نعم. فيورباخ. مهم مجموعه من هادو ما كيامنوش بالله تعالى. نعم. والحي كيقول لك لا اله والحياه الماده والدين افيون الشعوب. نعم. الدين افيون الشعوب. نعم. وان الدين يخدر الشعوب وبالتالي ما عنده حتى شي قيمه. عندهم نظريه اقتصاديه. يعني هذا الاخ ديالك انفلت مشى مع هذا التيار. مشى معها كثير وكان عرفتي متجدر فيه الى العمق. احنا عندنا ديك هاد الكتوبه ديال لدرجه ان ام الله يرحمها كتقول لعنه الله على السياسه والسياسيين والماركس والكارل ماركس. المهم مسكينه ما شاء الله الله يرحمها. لا اله الا الله. وربي شوف هي امراه مؤمنه الله تعالى انقذ لها ولدها. سي طيب استاذ طيب اللي على راسنا والله العظيم انا لاول مره كنتصل اول مره انا شد لي الخط باش بالدعاء وبالرضا ديال امي سبحانه وتعالى. قلت يا ربي تقبل الرضا ديال امي. الله اكبر. والله العظيم لاول مره كنتصل وبقيت حرصت باش بغيت نوصل هذه الكلمه وربي سبحانه وتعالى ما خيبنيش الحمد لله. الله اكبر. الله اكبر. وكنقول الدعاء ديال اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا. اللهم يسر هذه المكالمه كما يسرت البحر لموسى، ولينها كما لينت الحديد لداود، وسخرها كما سخرت الريح لسليمان. الله اكبر. والله العظيم وربي يسر لي الحمد لله هذه المكالمه. وانا والله جد مسروره وفرحه باللقاء معكم، وكنشكر الدكتور والشيخ ديالنا محمد بحر الدين اللي هو دابا في الديار الاوروبيه وهو دابا في مؤتمر يمكن في تركيا كما سمعت البارح. الله يوفقه والله ييسر لي امره ان شاء الله تعالى. والو اسمع لله كنسمع. الله يجازيك بالف خير. وكنشكر كل الدعاة اللي هما معاك، وكنشكر كل برامج اللي هي هادي فوسي دريبي اللي والله خونا وحبيبنا وعزيزنا لهذا السيد الحمد لله اللي حاول هذا ينبهنا يعلمنا يفهمنا فهم الحياة الفهم السليم الحمد لله الحمد لله. انقطع الخط لنا إحسان. والله كلامك جميل وكيرد فينا الروح وكيرفع المعنويات. على كل حال كلامك ان شاء الله نتمنى غدا نكملوا
الحديث عن تربية الأولاد، ونبغوا نستفدوا من السادة المستمعين كيفاش ربونا والدينا. كل واحد منا يتصل بنا يقول لنا أشني الطريقة المثلى اللي أعطيتها لوليداتك أو اللي أعطوها لك والديك. نجمعوا هذه الوصفات. للا إحسان اليوم كرماتنا قالت لك بأن أمها أعطتها القناعة وأعطتها الحفاظ على الصلاة. نبغوا نسمعوا أيضا وصايا أخرى من عند أبناء بارين ونتناصح أجمعين، والخير اللي غنجمعوه نوزعه على كل السادة المستمعين باش ربي يحفظنا كاملين. جاتنا مكالمات كثيرة من عند التلاميذ والتلميذات، مجموعة من الطلبة والطالبات اللي هما على أبواب الامتحانات وكيطلبوا الدعوة للجميع. نقول يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم هؤلاء بناتنا وأبناءنا وإخواننا وأحبتنا، اللهم إنهم على أبواب الامتحان، اللهم إنهم يشعرون بالخوف، اللهم إنهم يشعرون بالجزع. اللهم يا رب العالمين أقذف السكينة والطمأنينة في قلوبهم، اللهم ثبتهم عند السؤال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتهم عند السؤال. اللهم ارزقهم حسن الفهم وحسن الإجابة، اللهم وفقهم للنجاح ولأن يكونوا من الأوائل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأولياء الأمور ديالهم اللهم ثبت قلوبهم، اللهم وفقهم للخير. اللهم جميع شبابنا وشاباتنا أبناءنا وبناتنا اللهم أصلحهم، اللهم احفظهم بالسبع المتان والقرآن العظيم، اللهم وفقهم لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وكنوصي التلاميذ الوقت اللي يشعر أي واحد بأن عنده عسر في الدراسة يكثر من الصلاة على رسول الله، وربي عز وجل غيجعل كل عسير عليه يسير. وكنوصي أولياء التلاميذ ملي يكونوا وليداتكم في الامتحان كيكتبوا في الأوراق، انتوما خلوا لسانكم رطبا بذكر الله، صلي على رسول الله، والله تعالى غيجعل الفتح الرباني لوليداتكم ويعطيهم الله القبول. الله كريم قادر أن ينجح الجميع، ماشي غير بالفاتحة، لينجحهم باليقين وينجحهم بالإتقان وبالمهارة والكفاءة العالية طبعا غير بالدعاء. ربك يفتح أبواب التيسير. فاللهم بارك في الجميع. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونقول جميعا يا رب يا رب، وربي غادي يكرمنا أجمعين.